اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه الجديده معكم مع الناس في حلقه الليله نتناول موضوعين يتصلان بالعلم والتعليم. في فقرتنا الاولى سنكون على موعد مع اطلاله سريعه على الجانب الغذائي في حياه ابنائنا الطلاب وفيها سنجتهد في تقديم بعض المعلومات المهمه والنصائح التي تساعد الاسره المصريه في التعامل مع ضغوط العام الدراسي الذي يبدا بعد ايام قليله. الفكرة الثانية سنعيد فتح واحد من الملفات المهمة وأعتقد إنه سيكون موجود معنا في حلقاتنا النقاشية الممتدة إن شاء الله بامتداد حلقة هذا البرنامج أتحدث عن ملف الاستشراق نتحدث في حلقة الليلة من ونبحث من خلال خبرات باحث مصري قاده طموحه للعمل في قلب مراكز الفكر الغربية التي تهتم بعالمنا العربي وثقافتنا الإسلامية. سنجتهد في هذه الفقرة في محاولة التعرف على ملامح الاستشراق الجديد وتأثير العلماء والباحثين العرب فيه. كما نحاول الإجابة على عدد من الأسئلة المهمة التي تتعلق بصورة العرب والمسلمين في الغرب، وكذلك دور الجاليات المسلمة وتأثيرها الثقافي فضلا عن آفاق التعاون العلمي المتاحة بين الشرق والغرب. كالمعتاد دائما نبدا اولى فقراتنا بهذه الجوله الاخباريه ومتابعه سريعه لاهم واخر تطورات الاحداث. السيسي يوجه بتوفير السلع وتلبيه احتياجات المواطنين باسعار مناسبه من خلال استراتيجيه متكامله. وزيرة الصحة خروج جميع مصابي واقعة الغسيل الكلوي باستثناء حالتين الداخلية تعلن الإفراج عن 716 سجينا بقرار جمهوري الانتهاء من عشرين ألف حالة بقوائم الانتظار خلال شهرين ثلاثة ألاف شنطة مدرسية مجانا في أهل مدارس الأربعاء القادم مميش 239 سفينة عبرت قناة السويس في خمسة أيام عمومية النقد ترفض بيان مفوضية الأمم المتحدة بخصوص أحكام فض رابعة مصر تعرب عن خالص تعازيها في ضحايا فيضانات اجتاحت عشر ولايات في نيجيريا مجلس الدولة يتسلم دعوة قضائية تطالب بفصل الإخوان من الوظائف الحكومية الأرصاد تقص الغد مائل للحرارة على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 34. وثلاثون كانت هذه إطلالة سريعة مشاهدينا الكرام حول أهم وآخر تطورات الأحداث خاصة الأحداث المتعلقة بشأن المصري نخرج الآن إلى فاصل قصير وبعده نبدأ معكم حديثنا في أولى فقراتنا الحوارية في حلقة الليلة الحديث عن بداية العام الدراسي لعلنا تحدثنا في حلقات سابقة حول ملامح العام الدراسي الجديد طبيعة الاستعداد لهذه ال المرحله المهمه من حياه ابنائنا خاصه الذين يبداون اولى سنواتهم التعليميه هذا العام في حلقه الليله سنركز او في مناقشه الموضوع في حلقه الليله سنركز على الجانب الغذائي اهميه اهتمام الاسره بما يتناوله الطلاب في فتره الدراسه كون التغذيه سليمه تساعد ابنائنا الطلاب على التحصيل وفهم الكثير من المعلومات عموما بعد قليل نبدا معكم الحوار في هذا الموضوع ارجو ان تبقوا معنا اهلا بكم من جديد مع قرب بدايه العام الدراسي تعيش الاسره المصريه في حاله استنفار كبيره ما بين شراء الملابس والحقائب والادوات من جهه وسداد المصروفات وتامين وسيله الانتقال من جهه اخرى اما مساله التغذيه فلا تاخذ ما يكفي للاسف من الاهتمام على الرغم من ضرورتها القصوى في هذه الفقره سنحاول جاهدين ان نتناول هذا الجانب محاولين ان نقدم بعض النصائح والارشادات الخاصه بتغذيه ابنائنا اثناء العام الدراسي خاصه بالنسبه للاطفال الذين يلتحقون بالدراسه للمره الاولى حول هذا الجانب يسعدنا ان نستضيف شيف غاده مصطفى هي طبعا تعتبر زميله في مجال الاعلام فهي مقدمه برامج طهي في واحده من الفضائيات اهلا بيك يا استاذه غاده اهلا بحضرتك اهلا وسهلا اهلا انت وسهلا من... بالساده المشاهدين كل سنه وانتم طيبين علشان مناسبتين مهمين جدا آه عاشوره ان شاء الله يوم الخميس الجاي وكمان على بدء دخول العام الدراسي الجديد بنقول للناس كلها كل سنه وانتم طيبين. انت كده بتسحب البساط من تحت رجلينا لا لا إزاي مقدمة بقى؟ مقدمة ببرامج متمكنه على طول يعني. ميرسي جدا لحضرتك. منورانا طيب ومشرفانا وكل سنه وانت طيبه طبعا. جدا جدا. احنا اخترنا نتكلم في الموضوع ده لانه ربما بعض الناس ما بتلتفتش ليه انه فعلا الاكل الصحي او الاكل المناسب ممكن فعلا يساعد الولاد وخصوصا الولاد الصغيرين على التحصيل او فهم المعلومه بشكل أقوى يعني. طبعًا. فيا ريت لو عندك بعض المعلومات المهمة حوالين الأكل الصحي أو الأكل المناسب بالنسبة لأبنائنا التلاميذ والطلاب وخصوصًا الولاد الصغيرين اللي هم في المراحل الأولى من التعليم. دي حاجة مهمة جدًا. م. كلنا طبعًا بن يعني بنهتم جدًا بولادنا أيام فترة الدراسة سواء في المدرسة أو في الجامعة إن الأكل ده هو اللي بينمي العقل بتاعهم، بينمي فكرهم، بيخليهم يستوعبوا أكتر، بيخليهم يذاكروا أكتر ويحصلوا أكتر ويدونا النتيجة المرجوة للتحصيل الدراسي اللي هم تعبوا واحنا كمان تعبنا فيه طول السنة. فكل أم أو كل ربة أسرة أو رب أسرة كمان بيحرص دايماً إنه يأكل ولاده أكل يكون سليم اكل يكون صحي جدا، اكل على الاقل ان الاولاد يستفيدوا بيه يعني مش هنقول بنسبه 100% لان برضو الاولاد بيغيبوا فتره طويله جدا بره البيت عن عيون الاب والام، فبرضو هنقول بنسبه كبيره يعني بنحاول ان احنا ناكلهم اكل سليم بقدر الامكان. المساله دي بتحتاج فلوس كتير او ميزانيه كبيره لان انت عارفه الظروف الاقتصاديه دلوقتي طبعاً. ربما ضغط على كتير من شرائح المجتمع، فهل الكلام ده بيساوي فلوس كتير او ميزانية عالية مش هننكر ان الحالة الاقتصادية بقت محدودة للبيوت والاسعار برضو زيادة لكن في حاجات يعني برضو احنا عندنا ربنا ادالنا حاجات كتيرة جدا نقدر نستغنى بيها عن الحاجات الغالية يعني اللحوم لو قلنا ان احنا مش هنقدر ناكل كل يوم لحوم وفراخ واسماك بس ربنا سبحانه وتعالى ادانا حاجات ادانا مثلا البقول ادانا آه، الخضار ادانا الفاكهه ادانا حاجات ان احنا نقدر نعوض الجسم بيها عن الحاجات اللي ممكن نشوف ان هي عاليه عن الميزانيه بتاعتنا تمام. يعني مثلا بدل ما ناكل لحمه كل يوم لا ممكن ناكل يوم في الاسبوع لحمه وممكن ناكل بقول ناكل فاصوليا بيضه ناكل لوبيا آه، ناكل خضار الخضار المشكل كمان آه ياخد الجسم الفيتامينات اللي محتاجها ياخد البروتين النباتي آه بيستفيد بيه زي استفادته من البروتين الحيواني او الطيور او الاسماك يعني يبقى في عندنا تنويع في الاكل بتاعنا بس وجبه الفطار مهمه جدا طبعا استاذه غاده طبعا طيب طبعا إيه جدا آه. وممكن كمان يعني فيه هنا في كتير من الاسر ما بتلتفتش ليها للاسف يعني ما بتكونش حاجه اساسيه بالنسبه لهم ما بتب... لا مش الاسر اللي ما بتلتفتش ليها مم. اللي أولاد نفسهم لما بيزهقوا من الاكل بتاع الفطار مم. يعني احنا طلعنا على ان احنا لازم الصبح نشرب كوبايه لبن وناكل بيض وال... والبسطرمه بالبيض في... في... في سؤال خاص بالبسطرمه بالبيض ايه, أيوة. إيه الفلسفة... فلسفه البسطرمه بالبيض مع البيض آه. يعنى علشان البسطرمه من البروتين اللحمه البروتين اعلى قمه البروتين البسطرمه في وجبه الفطار فدايما ندعمها بالبروتين آه اللي جاي من الطيور لقيناهم كده بيعملوا ماتش مع بعض بيبقى طعمهم حلو مع بعض ده اختراع مصري اه طبعا ده 100% مصري يعني ما شفتوش دوله في العالم <تصفيق> <حمل> <تصفيق> عملت بسطرمه بالبيض <applause> بس ده مرتبط استاذ <applause> محمد مدني مبسوط جدا من التحليل حضرتك فما تلاقيش دايما يعني او موسم الدراسه مرتبط بالاطباق دي اطباق بعينها لا بص حضرتك هو دايما كان مرتبط في ذهن الناس اللبن الصبح مع البيض ده كان م. المشكلة وكانت بتواجهني انا بصفه شخصيه المشكله دي مع اولادي وهم في المدرسه آه. ما بي اولا لو انا غصبت عليهم عشان يشربوا اللبن بينزلوا هم ماشيين في الباص المشرفه تكلمني تقولي لي ده رجعوا بطنهم وجعتهم م. طيب حاولت بقى افكر وابتكر حاجه تانية ان انا استغنى عن اللبن الصبح اديهم حاجه تانية يكونوا بيحبوها ما ما يحسوش ان هي ضغط عليا منهم م. في الفطار فبدات بقى اتجه لحاجات تانية م. اعمل بليله م. اديهم الصبح فول لو عايزين ياكلوا فول بليله طبعا فيها لبن أكيد. طبعا لا م. بليله ساعات بالميه والله لو مش عايزين ياكلوا لبن لو مش عايزين يشربوا لبن ساعات اعمل لهم البليله واحط لهم عليها عسل نحل مم. اديهم الصبح شوفان للدرجه دي ممكن اللبن يكون منفر بالنسبه للولاد مش منفر هو اللبن علشان الخمائر اللي بتبقى في اللبن على المعده الصبح لما بيبقوا صاحيين بيعمل لهم شويه مغصه كده ما بيحبوهاش في الصبح طب المساله دي برضو مرتبطه بفكره سهر الولاد في اثناء الدراسه أه طبعاً. يعني فكره أنه هو بي بيسهر لفتره متاخره بالليل فاكيد بياكل برضو فبيصحى ممكن يكون معدته برضه مستوعبه لسة الصبح الوجبه طبعا لان هو طول ما هو صاحي بياكل بقى حاجات جانك فود سندوتشات حاجات الوقت المتاخر بالليل اللي بياكله م. المعده ما بتكونش ارتاحت ما بتكونش هضمت الوجبات اللي كلتها ديدي. قبل كده طول اليوم فبياخد فتره قسط صغير من النوم يصحى م. نديله كمان احنا نرهق بالذات اللبن اللبن ده بيبقى ايه يعني تقيل على المعدة مش م. خفيف زي ما احنا فاكرين فما بيلحقش المعدة تاخد وضعها الطبيعي ان هي تكون اتخلصت من الحاجات اللي فيها وارتاحت فاحنا بندلها لبن بندلها حاجات الصبح تقيلة علشان كده بينفروا من الفطار م. لكن احنا ممكن نعمل لهم حاجات تانية بديلة يقدروا بيها يفطروا وياخدوا برضه آه فايده احنا نكون راضيين عنها بنسبه على الاقل آه 70 80% ان هم خدوا حاجه صحيه على الاقل. طيب انا هنا مره تانية بلفت النظر لاهميه عدم سهر الولاد وخصوصا اللي هم لسه في سن صغيرين صغيرين يعني نحاول على قد ما نقدر انه الهوم والواجبات المنزليه تخلص بسرعه او حتى لو تاجل منها شيء للصبح بدري ممكن, ممكن. افضل. من سهرهم وتعبهم ده بيرجع لتنظيم اليوم مم. لو الام نظمت اليوم ان هم بيرجعوا من المدرسه لو وراهم اي مذاكره لو وراهم اي مم. واجب يعملوه الهوم ورك بتاعهم ده يعني يتحل على طول لو في المدرسه مثلا في اكتيفيتي بيعملوها علشان يخلصوا بيها واجباتهم يرجعوا بقى يبقى يا حاجه بسيطه يعملوها علشان يقدروا ياخدوا القسط الكافي من النوم تمام. يقدروا يناموا بدري بالكتير على الساعة 9 10 بالليل لازم يكونوا نايمين، تمام. عشان لما يصحوا 6 الصبح يكونوا خدوا على الأقل 7 ساعات نوم متصل، أولاً ده هيريح ذهنهم جداً جداً، هيخلي جسمهم يستفيد بالأكل اللي كلوه، بالوجبات اللي كلوها طول النهار، لأن الجسم لو مرتاحش ما بيقدرش ياخد الفيتامينات وياخد الفايدة اللي إحنا دخلناها، م. بالعكس بيبقوا مرهقين، بيبقوا تعبانين، ما بيبقاش عندهم نشاط ذهني جوه الفصل كمان بيبقوا على طول كسلانين عايزين يناموا فده دور على الام عبء كبير جدا في تنظيم الوقت من اول ما بيصحوا الصبح بدري لحد ما بيرجعوا م. يعني ما ينفعش بنتي او ابني جايين من المدرسه انيمه ساعتين ثلاثه ما ينفعش ابدا م. لا هو ممكن يجي يتغدى ويريح ساعه واحده فقط م. ويصحى بعد الساعه دي لازم اديله اخلي جسمه يرتاح من النشاط اللي هو عمله في المدرسه يرتاح وياخد القسط ده من النوم يصحى أأكله وجبة خفيفة أو أأكله فاكهة ويصحى بقى يقعد يشوف اللي وراه إيه يشوف المذاكرة طبعا ما فيش تلفزيون غير لما يخلص ممكن أسيب له ساعة قبل ما ينام أو نص ساعة لو هو عايز يتفرج على حاجة معينة من لو عايز يلعب حاجة بسيطة لو طبعا إحنا عارفين طبعا التاب والموبايل والحاجات دي والألعاب ممكن أسمح له بقدر صغير بس برضو يكون تحت اشراف الام. بس المشكله برضه او مش مشكله هي فكره انه برضه حاجه بتستهلك الوقت انه اعتقد معظم ولادنا بيكونوا بيمارسوا لعبه او مشتركين في رياضه معينه فلازم يروحوا التمرين او النادي او ما شابه. بعد المدرسه طبعا فدي ممكن برضه بتاخد وقت من الفتره من بعد المدرسه لحد لما بيجي يعمل الواجبات بتاعته وينام. ما هو أكيد بيبقى تنسيق بقى آه. الأم مع المدرب بتاع الأولاد في النادي م. أو في المركز اللي بيروحوا عشان يتدرّب فيه بيبقى دائماً في تنظيم للوقت م. إن إحنا دلوقتي عندنا يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع الأم دائماً بتختار الأيام اللي ما بيبقاش فيها عنده دروس مثلاً بعد الظهر ما بيبقاش عنده فيها مذاكرة أو اليوم الأجازة اللي هو غالباً بيبقى يوم السبت أو الجمعة م. فالأم دائماً بتختار أيام التمرين الأيام اللي هم راضيين فيه عشان ما يبقاش برضه عبء عليهم. عظيم، طيب انت حضرتك عندك افكار كثيره جدا لتغيير يعني وجبه الفطار تحديدا ولا كل الوجبات اثناء الدراسه؟ لا انا لقيت ان المدارس دلوقتي انتشر فيها جدا موضوع ان هم فاتحين جوه المدرسه ماركت كده صغير او زي مطعم كده بيبيعوا فيه وجبات طبعا جونك فود والحاجات دي مش مضمونه والاولاد بيحبوها جدا علشان الطعم بقى حاجات مقليه وحاجات مقرمشات وحاجات كده ولادي كانوا بيحبوها جدا ومش عايزين ياخدوا السندوتشات اللي انا بعملها ومعظم الاولاد كارهين الجبنه وكارهين البيض وكارهين الحاجات دي كلها ففكرت اشوف الحاجات اللي بتعمل في المدرسه ايه وطبعا برضو دي مرهقه جدا على ميزانيه الاسره يعني انا مثلا عشان ادي بنتي وهي رايحه المدرسه مصروف 5 جنيه لا هي مش ما بقتش راضية بالخمسة جنيه م. أنا عايزة عشرين جنيه ليه علشان أشتري صندوتش من المدرسة عشان أشتري شريحة بيتزا طب ما الحاجات دي هتبقى مكلفة أنا مش هقدر أدي كل يوم المبلغ ده هو مش طفل واحد ممكن يكون اكتر من طفل. مش طفل مثلا م. الاسره لو عندهم اتنين او ثلاثة فده مكلف جدا جدا فبدات افكر ان انا اعمل الحاجات دي لاولادي في البيت على الاقل انا ابقى ضمنها لو حاجه هحمرها في الزيت انا ضامنه ان الزيت ده نظيف م. ان انا مش متحمر فيه مئة ألف مره آه اللحمه اللي انا بديها لهم دي لحمه انا ضامنه مصدرها منين ايا كان لو انا حتى جبت لحمه آه من الجزار لو جبت لحمه من المنافذ اللي الجيش عاملها مثلا أو من حاجة أنا ضمنها على الأقل تبقى قدام عينيا، أنا غاسلة إيدي قبل ما أشتغل في الحاجة، أنا بديهم الوجبة وأنا عارفة إن الوجبة دي أنا عاملاها بإيدي إزاي، إيه المكونات اللي داخلة فيها. طيب قبل ما نستعرض أول طبق من الأطباق اللي حضرتك أنت طبعًا جايبة أربع نماذج أو أربع أفكار ممكن أو تمام. تكون مفيدة أوه. في السياق ده. لو ممكن تكلمينا برضو عن بعض الأفكار الجديدة بالنسبة لوجبة الفطار، يعني حضرتك يمكن في تجربتك مع أولادك أه بدأت تفكري انه بعيد عن اللبن بدأت توجد بعض الأفكار الجديدة أو الحاجات الجديدة فلو عندك بعض الأفكار ممكن تساعد برضه الأسر المصرية في أه تخلي اولادها على الاقل يتناولوا شيء قبل ما ينزلوا من البيت لان يعني أيوة معظم الاولاد معظم الاولاد بيرفضوا ان هم ياكلوا او حتى يشربوا اي حاجه قبل ما ينزلوا يعني. قبل كده بس عايزه اقول يعني بعد اذن حضرتك عايزه اقول حاجه من من ناس كتيرة جدا وكان من ضمنهم اولادي دي مشكله انا عانيت منها السندوتشات اللي احنا بنصر ان احنا لازم ياخدوها معاهم ويأكلوها بيرجعوا بيها تاني بيرجعوا بيها ومصيرها في الاخر بتترمي أه. فانا لقيت ان انا بكلف انا بجيب جبنه غاليه بجيب خضار اللي انا بحط لهم مع الجبنه سواء طماطم خ... او خيار او او ايا كان البيض اللي انا بقعد اسلقه او بقعد اقليه او الحاجات اللي انا بعملها وهما مش عاوزين ياكلوها وانا كنت بصر ان انا اكلها لهم <applause> عشان انا من وجهه نظري ان هي دي افيد حاجه وهي فعلا دي افيد حاجه <applause> فانا لقيت ان انا طب ما انا الفلوس دي ممكن احط عليها شويه فلوس صغيره كمان واعمل لهم الحاجه اللي هما بيحبوها <applause> على الأقل أضمن إن هم كلوا وجبة نظيفة آه خدوا الحاجة ما ترمتش وده كان آه برده حاجة بتأنى بالضمير جداً إن لما طلع السندوتشات من, من الشنطة <applause> أرميها لإن <applause> خلاص هم مش هيكلوها أبداً <applause> فبدات بقى افكر اعمل لهم الحاجه اللي هم بيحبوها ودي نصيحتي لكل ست وكل ام مم. او كل اب من هنا بدات جت الافكار اه الافكار دي الأفكار بقى ان انا بدات اعمل لهم الحاجه اللي هم عاوزين ياكلوها طيب هنسمع او نشوف اول طبق او اول فكره وبرضه هنرجع لفكره الفطار ممكن نتكلم عليها لاحقا بس لنا اول طبق حضرتك اول طبق ممكن نعمل لهم اللي هو كفته اللي هو اول طبق قريب من حضرتك كفته بنيه اه اول حاجه كفته بنيه م. الكفته البانيه هما بيحبوها جدا جدا انا كمان عشان تكون اقتصاديه كمان معنا عايزه اوفر وفي نفس الوقت اكلهم حاجه كويسه بدات ادخل عليها البرغل م. البرغل من الحاجات المفيده جدا جدا لان هو حاجه من مشتقات القمح دي حاجه هتديهم هزود القيمه الغذائيه البروتين م. هديهم الياف هديهم حاجه نظيفه ومضمونه وصحيه م. فبدات ادخل مع اللحمه كميه من البرغل. طب برضه عشان تكون المعايير واضحه، مثلا الطبق اللي قدام حضرتك آه مثلا خد نص نص كيلو لحمه مثلا والبانيه اه انا هقول لحضرتك المقادير آه عشان مهم. لو حد بيتفرج علينا عشان عشان وعايز يجرب الطبق ده وعاوز يعمله آه معانا الكفته البرغل البانيه، معانا نص كيلو لحمه مفرومه، كوبايه كبيره برغل منقوع ومتصفي، بصله كبيره، معلقه كبيره توم مفروم وهنحط بقى ملح وفلفل ومعلقه كبيره توابل مشكلة، أي نوع احنا بنفضله من التوابل المشكلة بنحطه. آه ده للخلطة بتاعت الكفتة. التوم بنحط... مش هيبقى صعب شوية؟ لا، توم معلقة توم، أولاً التوم أنا بديهم مضاد حيوي طبيعي لأن طبعاً البكتيريا والأمراض والحاجات دي وإحنا طبعاً عارفين المدارس دايماً بتيجي يبقى موسم الشتاء بيدخل، فأنا عايزة أرفع مناعة الجسم بتاعهم. عايزه اقضي على اي حاجه ممكن يتصابوا بيها عدوى ياخدوها التوم يقتلها فورا انا بفرم كل الحاجات دي باخد اللحمه المفرومه اجيب البرغل بعد ما انقعه واصفيه كويس جدا ابدا اعيد فرمه تاني مع مع اللحمه والبصل والتوم احنا في الكبه طبعا للاسف ما عندناش ديكور المطبخ لا احنا عندنا ان شاء الله وقت مع حضرتك انا بعتذر لك ما عندناش مطبخ ديكور مطبخ كنت عملتيه عملي يعني لكن الشرح بتاع حضرتك ممكن يكون مفيد ان شاء الله يعني ان شاء الله كل حد بيتفرج علينا باذن الله يستفيد منه آه. هبدا افرم اللحمه مع البصل والبرغل والثوم هلفهم لفتين في الكبه علشان اتاكد ان كل المكونات دخلت مع بعض واحط طبعا التوابل مع الملح والفلفل والتوابل هنا دي حسب رغبه كل حد يعني الطعوم اللي احنا بنحبها نحطها م. ملهاش انا مش مقيدها بحاجه معينه معلقه كبيره توابل مشكله ممكن نكتفي بالملح والفلفل بس بعد كده بناخدها ناخد الكفته بقى نعملها صوابع بالشكل المعتاد او نعملها اقراص بس لازم الكفته فيها حاجه لازم اجيب زي الاسياخ الخشب كده او المعالق الخشب بتاعت المطبخ اعمل الكفته عليها صوابع زي الحاتي بالظبط اعمل لها تجويف م. وبعدين ما احطش بقى الكفته كده إيه الفكره او ايه الهدف الهدف بتاكد إن لي أنا معلومة. لما هسويها الحراره توصل لها من كل اتجاه آه. انا لقيت بره في المطاعم بيعملوا حاجه دي انا تدركتها وانا بعمل الكفته البنية ان هم بياخدوها كده وهي نيه بعد ما يعملوها ويشكلوها يحطوها في خلطه البانيه ويحمروها م. لقيتها من بره بتتحمر قلب اللحمه بيبقى لسه نية. لسه نيه اه ودي كانت مره برده كانت بنتي اشترت سندوتش من المدرسه لقيته كده قالت لي ده طعم وحش وجابته معاها البيت م. فما دقته لقيت اللحمه من جوه السنية مع انها من بره الشكل مستوي جدا م. فبدات ان انا اعالج المشكله دي تمام. قلت انا لما اعمل الكفته لازم الاول بعد ما اصبعها اديها تشويحه الاول على النار في الطاسه بمعلقه زيت اتاكد عشر دقائق انها استوت من كل وش شويه وبعد كده سيبها تبرد وابدا انزلها بقى في خلطه البانيه اللي هي بيض مربوب مع فنجان صغير لبن وملح وفلفل اسود وبعد كده انزل فيهم الكفته واطلعها على البقصومات الخلطه المقرمشه مع دقيق ونشا اقلبهم على بعض اطلع من البيض على البقصومات وابدا احمرها او احتفظ بيها في الفريزر بالشكل ده اللي احنا شايفينه في الاطباق أو, او لو قللت حجم الصباع اللي هو اللي هيتحمر ممكن يكون افضل لا بردو هحس ان اللحمه لان اللحمه عمرها ما هتاخد السوى اللي هيتحمر فيه م. لان اول ما بتنزل في البيض والبقسماط البقسماط ده كان عيش ومستوي م. او اللبابه بتاعت العيش ومطحونه يعني هو م. كان سبق له التسويه قبل كده م. لما هينزل في الزيت هيتحمر مش هياخد دقيقه او دقيقتين آه. دي مش مده كافيه انها تسوي لي اللحمه م. فانا لازم علشان اتغلب بالذات الاولاد الصغيرين لازم اسوي اللحمه الاول م. اديها على كل على طاسة كده أو على جريل على النار تشميعة خمس دقايق واسيبها تبرد خالص بعدين أنزلها في البيض واللبن وأطلعها على البقسماط ممكن احتفظ بيها انا دايما بحتفظ بيها قبل المدارس ما تدخل كده باسبوع او اسبوعين ابدا اعمل كده شويه اطباق واحطهم في الفريزر ما بتقللش قيمتها الغذائيه؟ لا خالص اطلاقا هي مم. عندي اللحمه واخده ثلاث ارباع تسويه هتدخل الفريزر ما بحتفظش بيها كتير اه يعني لمده اسبوع اسبوعين اقصى تقدير ما دي كمان هنقولها مم. نصيحه للام مم. لو بتحتفظ في الاكل في الفريزر اللحوم او اي بروتين ما يزيدش مده الحفظ في الفريزر عن ست شهور لو البروتين مم. ده لسه ني لحمه فراخ سمك <مشيك> لكن لو الحاجه سبق ليها انها دخلت النار واستوت ما تزيدش عن شهرين بالكثير واطلعها لازم استخدمها <مشيك> ليه علشان نسبه البروتين اللي فيها بتتحلل من التجميد تمام <مشيك> تبقى خلاص انتهت <مشيك> في ناس بتحتفظ بيها اكتر من كده عشان كده ما بيطلعوها من الفريزر يلاقوها ملهاش طعم مم. لإنها خلاص بتبقى فقدت قيمتها وفقدت الطعم الحلو بتاعها. عظيم، البرغل ده ليه فوايد غذائية كبيرة البرغل ده من مشتقات القمح ده بيعتبر الجرش بتاع القمح اللي مم. هي القمحة الحبة الكاملة. آه. مفيد جدا جدا لإن كله ألياف طبيعية بنسبة الألياف فيه بتوصل لنسب فوق ال 70% و 80% بيحتوي على مية. <applause> نسبه ميه عاليه لرطوبة الجسم الجسم محتاج رطوبة أه بيبقى حاجه سهله الهضم <applause> بينمي العقل كمان <applause> بيساعد على الذاكره ان الاولاد يبقى دايما ذاكرتهم حاضره عظيم الثمنه أه غالي لا بالعكس ده بيتباع عند العطار الكيلو تقريبا يعني ما بيكملش 15 جنيه والكيلو ده كميه كبيره جدا يعني احنا لو يعني الام لو راحت اشترت نص كيلو بيقعد عندها فتره طويله طب احنا كده ممكن ممكن يعني تقريبا طبق زيادة يتكلف حوالي 100 جنيه لا اقل من 100 جنيه لان, لأن احنا نص, نص كيلو لحمة. لحمه لو احنا مثلا هنجيبه دلوقتي ما شاء الله الجيش عامل فتح المنافذ للاسر كلها كيلو اللحمه المفرومه بيوصل في الجيش 60 جنيه م. لو انا جبت يعني نص الكيلو هيبقى 30 جنيه م. هجيب عليه مثلا آه كوبايه البرغل مش هتكمل ربع كيلو مع التوابل اللي احنا هنحطها دي مش هتكلف اي حاجه يعني, يعني طبق الكفته ده مش نص كيلو ده اقل من نص كيلو اه لا النص لا احنا كيلو هيعملي طبق طب المقادير ايه؟ اللي حضرتك قلتيها يا ده متكلف حوالي 25 جنيه لا المقادير اللي حضرتك قلتيها لو قلنا نص كيلو وحوالي كوبايه برغل مثلا وبعض التوابل ده ال ال القيمه اللي انا قلتها متوسط دي كلها متوسط تكلف مش هتكلف 50 جنيه؟ مش هتكلفنا 40 جنيه لا 40 جنيه مم. والكميه هتكون اكبر من ده وهتكون طبقين طبقين زي دول اه هتكون أوه. طبقين مم. طيب. من نفس ده كده هيكون طبقين طيب أه... معلش مدني دايما تعليقاته بتشتت افكاري ينورنا مدني طبعا يقول ب... له هو عايز يقول ان هو عايز طبق ده انا عينيا يا مدني ما أه... انا لازم اقول ان انت بتكلمني عشان تسكت أه. احنا <applause> عايزين بقى نقول للام هو ده أنا بعد... بس بعد أه... قبل ما حضرتك بس نسيب فضل. الفكره دي هل البرغل ليه بديل البرغل ممكن بدل البرغل نحط شوفان شوفان وانا هنا مستخدمه الشوفان قيمه الغذائيه برضو عاليه برضو طبعا بس بيتهيالي اغلى من البرغل الشو... اه هو اغلى شويه بس قيمته الغذائيه عاليه جدا بالذات مم. بقى كمان الاولاد اللي احنا بنلاقيهم سمان يعني مليانين وزنهم مليان الاولاد اللي وزنهم مليان دول بتبقى دايما الام في حيره ان هي عايزه تعمل لهم دايت وهم بيحبوا كل الاكل وبيحبوا كل حاجه تمام لو انا دخلت لهم الشوفان جوه الاكل مم. الشوفان ده هيملأ معدتهم هحسسهم بالشبع لفترة طويلة وهيفيدهم إفادة كبيرة جدا في 30% طب انت حضرتك تفضلي ايه؟ برغل ولا شوفان؟ الشوفان والبرغل عندي زي بعض انا مستخدماهم في حاجات كتيره جدا وهنتكلم كمان على فول الصويا اه ده ممكن بديل ليهم الاتنين؟ لا فول الصويا في المنتج تاني في اللي هو البرجر اه البرجر اما هنا البرغل ممتاز جدا مم. ده نقدر نقفل سعره وامكانياته الغذائيه زي ما حضرتك اشرتي اه طبعا مم وكمان ممكن الفريك آه. نجيب الفريك وننقعه بس بياخد نقع مده طويله شويه لان هو بيبقى ناشف الفريك برضو حبوب قمح مش طبعا برضو. من حبوب القمح اه أو. كل الحاجات اللي ربنا ذكرها في القران احنا عايزين نبدا ندخلها ونستفيد بيها م. كان زمان صحتهم كويسه ليه اكتر من دلوقتي؟ كان كانش فيه الامراض اللي طلعت دلوقتي لان كان زمان بيعتمدوا على الحاجات الطبيعيه دي م. فاحنا دلوقتي عايزين نرجع بالاكل بتاع زمان ندخله لاولادنا الاولاد يبداوا يدوقوا الاكل بتاع زمان مع الاكل دلوقتي يعني نشيل الحاجه المضره نحط لهم بديل لها ان الحاجات بتاعه زمان الكويسه عزيز. نبدا ندخلها في الاكل اللي هم بيحبوه عشان يبداوا ياكلوه تمام احنا لحد دلوقتي برضو بنتكلم على افكار لسندوتشات تتاخد معاهم في المدرسه أوه. دي بقى مش وجبات في البيت أوه. مش وجبات في البيت او ممكن دلوقتي. كمان تستخدم كوجبه في البيت وجبه غدا الام راجعه من شغلها آه ما عندهاش وقت عامله طبق زي ده حطاه في الفريزر الاولاد رجعوا من المدرسه ممكن تعمل جنبيه طبق مكرونه آه طبق مكرونه بالصلصه طبق مكرونه مسلوقه وتتبله بملح وفلفل وتحمر لهم طبق سلطه زي ده مع سلطات مع ممكن طبق يعمل, سلطة خضرة يعمل طبعا وجبه ده لازم يكون شيء م. اساسي كل يوم م. ايام الدراسه لو مش في الايام العاديه لازم يكون ايام الدراسه طبق السلطه طبق السلطه الخضراء وما شاء الله الشتاء عندنا بيبقى كل الخضار فيه ممتاز ما م. بيفسدش وبيبقى اصلا بيبقى كل الخضار بيبقى فريش اكتر الحر م. بيدبل الخضار ما بنلاقيهوش حلو في م. الصيف لكن في الشتاء بنلاقي كل الخضار ممتاز في الاسواق واعتقد انه الولاد برضو في سن الصغير بيحبوا الطبق سلطه الخصف مش مش منافر ليهم دي يا ريت حتى نقطع لهم الخضار قطع كبيره ونسيبه قدامهم وهم بيذاكروا انا اولادي مثلا وهم بيذاكروا كنت اقطع لهم شرايح خيار في طبق قدامهم م. جزر شرايح بيحبوه جدا آه، آه. يقولوا الحاجات دي حتى الحاجات دي ايه تنشطهم طلع. تخليهم يحرقوا اللي عنده سمنه ولا حاجه يخلي الولد او البنت قاعدين بياكلوا حاجه مفيده بدل ما ياكلوا لب وزداني ولا ياكلوا حاجه يجيبوا سندوتشات من بره م. لا ياكلوا الحاجات الخضار دي اغسل لهم الخص كويس جدا احط لهم الخاصة قدامهم مع خيارتين ثلاثه اقطعهم مع جزرتين وديهم الحاجات دي وهم قاعدين بيذاكروا حاجه ممتازه جدا ومش مكلفه خالص طيب انا هستاذنك نخرج لفاصل وبعد كده ان شاء الله هكمل مع حضرتك بقيه الاطباق الرائعه اللي معاكي فاصل مشاهدينا أعود اليكم بعد قليل ابقوا معنا حضراتكم وجدت تحيه لحضراتكم وايضا وجد تحيه لضيفتنا الكريمه شيف غاده مصطفى ضيفتنا العزيزه اللي بنشرف بها في هذه الفقره الحواريه المهمه للحديث حول بعض الافكار المهمه جدا في تغذيه ابنائنا اثناء العام الدراسي حضرتك مشكوره يعني قدمتي واحده من الافكار المهمه اللي ممكن تكون بديل امن وغذائيا مفيد ايضا لابنائنا في فكره اكل ممكن ياخدوه معاهم في البيت وايضا فكره الكفته دي ممكن تبقى وجبه اساسيه في ظرف استثنائي ممكن تكون الأم مشغولة ما جهزتش غدا بشكل كامل يعني تطلعوا على بغدير. طول تحمروا آه. على طول زي ما آه. هما بيحبوه آه. طبعا الزيت يكون زيت نظيف يعني ما تحمرش بيه عشر تلاف مرة يكون يعني أقصى حاجة مرة مرتين ثلاث مرات بالكثير علشان ما نديهمش حاجة تكون اتغلت أو سخنت أو تهدرجت بمعنى أصح كتير جدا م. ما تبقاش مضرة على صحتهم عظيم اللي لفت النظر رد أستاذة غاده انه في افكارك بتحاولي تكون في قيمه غذائيه مضافه او قيمه غذائيه كبيره جدا في الافكار اللي حضرتك بتختاريها طبعا هم ثروتنا أه. هم استثمارنا في الحياه م. فلازم الاب والام هم بيشتغلوا ليه او بيتعبوا ليه علشان خاطر صحه اولادهم فبحاول دايما لما ادي فكره لحد ادي له فكره تكون صحيه مش ليه هو للاولاد الصغيرين لان هم دول الامل ان شاء الله أكيد. بعد كده باذن الله اكيد طب واضح ان الطبق الثاني ده برجر مش كده اه اللي بعديه <applause> برجر انا برضو عملت من اللحمه المفرومه وانا بشوف ان اللحمه المفرومه دي اقتصاديه جدا جدا وبديل للبروتين لو انا مش قادره اجيب اللحمه القطع او القطعيات الغاليه <applause> او حاجه لو انا جبت لحمه مفرومه ممكن تمشي لي الشهر كله اعمل منها افكار كتير جدا جدا فكره من الافكار اللي الاولاد بيحبوها جدا وتبقى برضو بديل لسندوتشات المدرسة أو وجبة في النادي وإحنا رايحين النادي اللحمة المفرومة الأفضل نشتريها من الجزار ولا اللحمة المفرومة موجودة في السوبر ماركت وموجودة مغلفة يعني أو ما السوبر ماركت دلوقتي بيبقى جواه جزارة مم. بيبقوا هم برضو قاطعين اللحمه ومجهزينها مفرومه ما في نوعيه ثانيه من اللحمه المفرومه بتكون شركات مثلا بتشتغل في المجال ده بتكون جايبه اكياس لحمه مفرومه غالبا حضرتك الشركات دي حضرتك ما تنصحيش بتبقى طحنه كل حاجه في بعضها الجلد مش عايزه ترمي حاجه عايزه تكسب ما تنصحيش انا بنصح ان اروح وانا عندي جزر اشتري من جزار انا عارفاه وبتعامل معاه مم. او الجزار اللي موجود في السوبر ماركت او الجزار في السوبر ماركت اقطع لي مثلا كيلو نص كيلو زي ما انا عايزه اقطع إيه فرومالي المفرمة بتبقى شغال عنده على طول يقدر يفرم لي وانا واقفة اخد الكمية اللي انا عاوزاها وتبقى فرشة على الاقل احس انها مش مفرومة بقالها مثلا اسبوع عنده في التلاجة لا دي كده يبقى لحمة لسه مقطوعة ولحمة مفرومة قدامي اخدها بقى انا خدت اللي عملت فكرت في البرجر لان انا عانيت من شركات اللي بيد... الشركات الكبيرة جدا اللي في مصر اللي بتعمل البرجر اجيب البرجر اجي احطه في الطاسه يا اما يتحرق يا اما يلزق يا اما ما اعرفش اطلعه وافكه من بعض الاقيه كسر متبهدل فقعدت افكر ازاي انا اعمله بالمكونات اللي هي آه تبقى صحيه واضمن ان هو لحمه لان احنا عارفين ان هو بيدخل فيه في مكون البرجر الاساسي فول الصويا فول الصويا بس لاحظوا حدين يعني زي ما هو امن ومفيد جدا والجسم بيستفيد منه الا ان هو ممكن يكون خطر على صحه الانسان لو احنا تناولنا منه كل يوم وبكميات كبيره تمام فانا أجيب اللحمه المفرومه الحاجة. وبدات اجيب معاها فول الصويا بقدر صغير بدات طبعا اجرب بقى مره النص كيلو طب ممكن اقول أه، المقادير اه بتاعته آه. وبعدين بقى اقول لحضرتك هتكلم معاك يا البرجر اللحمه المفرومه لو احنا جبنا كيلو لحمه مفرومه ناعم بجيب معاهم 200 جرام فول صويا معلقه كبيره من ملح وفلفل اسود وتبل اللحمه مش ونص معلقه صغيره بشر جوزه الطيب ومعلقه توم بودره وبصل بودره ونص كوب باربيكيو صوص ده بقى المكون السحري اللي بيعمل طعم مختلف جدا عن اللي الاولاد بيحبوه جدا آه نجيب اللحمه المفرومه ونجيب فول الصويا ده مقدار صغير ده ما يتعداش الربع كيلو يعني كده انا ده بحط الكيلو. الكيلو بحط عليه تقريبا 200 جرام ل 250 ربع كيلو من فول الصويا اللي حضرتك برضه بتلتفت النظر لازم, لازم نلتفت ليه او نهتم بيه يكون كميه مش كبيره م. بره في الشركات بتعمل التلت لحمه والتلتين فول صويا لان الفول الصويا لما بيتنقع ويتفرم مع اللحمه بيديني نفس شكل اللحمه بالظبط وبالنسبه لهم بيدي كميه اكبر كميه اكبر مم. واوفر بكتير جدا مم. فول الصويا مش غالي مم. فول الصويا رخيص مم. فانا لما اجيب واحط تلت كيلو لحمه لو انا هجيب مثلا الكيلو ب 120 جنيه جبت تلت كيلو لحمه مم. وجبت عليها 3 ارباع فول صويا ونقعتها وعصرتها وفرمتها مع تلت كيلو اللحمه خلاص دي اللي هي الشركات غالبا بتشتغل لكن بي. ملوش بديل يا استاذه غدا؟ لا في هو فول في البرجر ده ملوش البرجر. بديل لا مع عشان اطلع نفس الطعم <ممم>. انا عايزه برضو اكلهم ما ينفروش من الحاجه اللي انا مقدماها تمام عايزه اديهم حاجه يحسوا ان هي زي بتاعه بره ما <مم>. اعملش حاجه تبقى قيمتها الغذائيه عاليه اديهم مثلا لحمه <مم>. لا ما انا مش عايزه دي انا عايزه اللي بره عظيم فانا حاولت ان انا اوصل ليهم بيهم للطعم المقبول ويبقى تقريبا مشابه للطعم اللي بتاع بره انت داخله في منافسه مع المطاعم اللي بره لا والله مش منافسه <supportive> لا لا انا قصدي في منافسه ان انت عايزه تاكلي عيالك انا أكل عايز أكل إنت عايزه اكل ولادي عايزه تستحوذي نستحوذ على اولادنا ان هم ما ياكلوش ان ولادي ما يطلبوش الاكل بتاع ف... برا بره فالمنافسه كده بمعنى ان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اخليهمش يقربوا من المحلات دي خصوصا ان انا شفت قدامي نماذج اطفال عندهم سمنه مفرطه والام والاب للاسف مش قادرين يعملوا اي كل حاجه خبرات تغذية، كل خبراء التغذيه كل خبراء التغذيه بيحذروا من الاكل الوجبات السريعه دي الوجبات السريعه عشان الخطر اللي بيبقى فيها ده المواد الحافظه طبعا هم مش بيحطوا فول صويا بس م. هم بيحطوا بقى مثبتات طعم ولون والوان صناعيه وعلشان كده بيكون عندهم النكهه جاذبه للولاد. تبقى النكهه قويه جدا ما بيحطوا منكهات صناعيه م. م. بس ما فيش اي خروج عندنا يا استاذه غاده من غير الاكل ومن غير الوجبات السريعه يعني ما فيش اي حد بيخرج مع اولاده ومراته مثلا في أي خروجه لازم هيروحوا لما تبقى المحلوب. مره ماشي لكن م. لو انا بخرج مثلا متعوده ان انا بخرجهم على طول انا ممكن اجهز الحاجات دي واخدها معايا انا ممكن اعمل الحاجات دي اعمل لهم سندوتشات واجيب م. الجبنه اللي بتتباع بتاعه البرجر الجبنه الشيدر اللي بتاعه البرجر دي هتبقى صعبه اعتقد لا مش تبقى صعبه ولا حاجة. مش انا كده كده هشتري الاكل ده وأكله بره وانا في الشارع لا آآ آآ فكره ان الولاد نازلين علشان يغيروا جو او ياكلوا من المكان الفلاني هيبقى صعب ان الام تكون جاهزه الاكل معاهم وروحوا يقعدوا في مكان عام مثلا لا بالعكس والله م. ما هي في اماكن بتبقى غاليه جدا انا يعني يا دوبك بدفع التيكت بتاع الدخول للمكان ده آه. وباخد اكلي معايا م. يعني لو رحت مثلا قريه من القرى معينه او كده يا دوبك بدفع الاقامه او بدفع كده بيبقى الاكل عليا ببقى واخده معايا مثلا هي. من القاهره وانا مسافره او طب ليه على الفكره دي حتى لو ده صعب فاحنا لازم نغير من ثقافتنا يعني لازم نغير من اسلوب حياتنا للافضل انا ممكن اخد لهم لو فاكهه موجوده عندي في البيت بدل ما تترمي ومحدش هياكلها ممكن اقطع مثلا لو تفاح لو كمثر اغسلها كويس جدا واقطعها واجهزها في كيس معين في شنطتي انا مش هقول لحد خد ده شيله معاك احطها معايا في واحنا في العربيه واحنا في خد مثلا تفاح ادي له ربع حته كمترة مش عارفه يعني الحاجات م. البسيطه دي مش هاخد بقى مثلا عنب واخد الحاجات او تين او مش عارفه وبلح واقعد اقشر ممكن اديهم الحاجات اللي هي الجافه اللي تسمح ان هم ياكلوها واحنا بره وما يحسوش ان هم مفيدة الغذاء طيب. نرجع للبرجر مع الفول الصويا انا م. بجيب فول الصويا بنق بنقعه في ميه عاديه لمده ساعه م. بعد كده بعصره كويس جدا جدا واخده في الكبة أو المفرمة أعيد فرمه تاني واخد معاه اللحمة م. واخد معاه التوابل وأحط معاه بصل بودرة وتوم بودرة لأن أنا هنا مش هحط لا بصل فريش ولا توم فريش م. بس أنا محتاجة طعمهم باخدهم من التوم البودرة والبصل البودرة مع التوابل بقى يتوابل برضه عشان حبل. ممكن الناس ما تكونش خبير. إيه التوم البودرة والبصل البودرة بتاعنا آه. بيتجفف بعد ما بيتقشر ده موجود عند العطار او احنا ممكن نعمله في البيت او, في أو موجود عند العطار طبعا آه. ورخيص جدا بس احنا ممكن نعمله في البيت آه. اوان تخزين التوم بيبقى دايما من شهر مارس وشهر ابريل آه. اوان تخزين الثوم آه. المصري الجميل بتاعنا ناخد التوم نقشره ونفرده على صواني تمام والفرن يكون هادي جدا ينشف بعد ما التوم بيجف تماما وينشف واتاكد ان هو اتحمص في الفرن ونشف باخده في مطحنه التوابل اطحنه بيبقى بودره تمام. وكذلك البصل اقطعه حلقات البصل الابيض مش الاحمر م. اخد البصل اقطعه حلقات على درجه هاديه جدا في الفرن احمصه او انشفه خالص الميه بتاعته الرطوبه اللي فيه تنشف نهائي اخده بقى اطحنه في مطحنه التوابل يبقى ده هو ده البصل البودره وقيمته الغذائيه عاليه جدا عظيم برضه افكار كويسه تمح... التوابل محتاجه دي. برنامج معانا هنا <applause> ان شاء الله <applause> عندي بقى كل المشاهدين يتابعوني أوه. هم عارفين طبعا انا في قناه ايه والبرنامج بتاعي بقدم فيه كل الحاجات دي <applause> ان شاء الله كل <applause> المشاهدين ان شاء الله يستفيدوا من الافكار الله. اللي احنا بنقولها ان شاء الله فناخد التوابل والحاجات دي نطحنها مع اللحمه والصويا ونبدا نعملها اقراص اشكال بقى ممكن نعمل في مكابس للبرجر بتتباع في المحلات الادوات المنزليه ورخيصه ما هيش غاليه خالص او بغطا البرطمان اللي هو برطمان الجبنه او البرطمان بتاع المربى ممكن تعمل نفس زي ما انا م. عامله كده دي كانت برضو فكره جات لي من مشكلتي لما باجي اطلع البرجر الجاهز آه. بيبقوا حاطين بينهم ورق زبده اللحمه على بعضها بتمسك متجمده اجي افكها تروح متكسره مم. او تروح سايحه في بعضها مم. فانا فكرت ان انا لما اجي انا اعمله في البيت اجيب اكياس الثلاجة اقصها مم. بمقاسات كده مثلا على اتنين او على ثلاثه على قد القرص اللي انا هعمله تمام. وكل قرص اعمله اغلفه في حته بلاستيك لوحدها واشيله في الفريزر عشان لما يتجمد اجي افكه الاقيه بمنتهى السهوله كل قرص لوحده زي ما حضرتك عاملاه كده اه انا محتاجه طبعا. اتنين مثلا لاولادي او واحده او ثلاثه اي عدد مش مضطره ان انا افكك الكميه كلها عشان اطلع اتنين او ثلاثه طيب طريقه تحميره او تجهيزه نفس شكل الكفته ده ده ولا... بيتشوي بقى ما بيتحمرش ده أه. الجميل فيه انه على اي طاسه عندنا على عن النار بمعلقه زيت ابدا لما الطاسه تسخن بمعلقه الزيت ابدا احط قرص البرجر على كل وش المده ثلاث دقائق دي كفيلة انها تسوي سوى كويس آه ولا يكون في حاجه لا 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 بيكون استوى تماما م. بس اطلعه بقى على الساندوتشات انا اكون مجهزاها احط لهم مايونيز كاتشب الحاجات اللي هم بيحبوها ولو ان المايونيز برضو وال... انا بعمله في البيت برضو؟ اه طبعا م. المايونيز بيتعمل عادة من صفار البيض او من البيضة الكاملة مع رشة ملح نحطها مع كوباية كاملة من الزيت م. احط البيضة في الشفشا بتاع الخلاط احطها معاها رشه ملح وابدا اضرب فيها بعد دقيقتين ثلاثه احط لها معلقه كبيره من المستردة المستردة اللي هو المستردة الخردل ديجون الاصفر احط معلقه واحده بس مع رشه الملح وبعد كده أبدأ والخلاط شغال أنزل كوباية الزيت دي تنزل سرسوب فوق البيض مع الخلاط وهو شغال م. هو الزيت اللي هيعمل لي عملية الاستحلاب أو الربط بتاع البيضة دي هيخليها تتكون تبقى مايونيز مع معلقة واحدة من الخل أو نص معلقة كمان من ملح الليمون يعزز لي الطعم والنكهة أكتر أوه. بس المكونات دي برضو صحيه برضو يا استاذه غاده يعني زيت, زيت مع أنا مع المستردة مع اه ما انا هشتري البيضة هيكون فريش من عند م. سوبر ماركت انا واثقة فيه عليه جر كتير م. اتاكد ان البيضة دي لان هي كمان ما فيهوش مواد حافظة البيضة مع الزيت مع الخل مع نص معلقة ملح الليمون مع المستردة هيديني على الاقل حاجة ما فيهاش مواد حافظة ما هو هو نفس تركيبته اللي انا بشتريه من البرطمان من السوبر ماركت تمام طيب اعتقد في برجر تاني جنب الطبق ده اللي... برجر فراخ الفراخ برجر الفراخ برضو بجيب الفراخ المفرومه م. الصدور مع الوراك نص كيلو صدور فراخ مع ده بقى المكونات بتاعة برجر الفراخ م. نص كيلو صدور فراخ مفرومه نص كيلو وراك فراخ مفرومه طبعا بدون الجلد والعظم افرمهم مع بعض احط عليهم برضو كوبايه فول صويا واحط معاهم كمان آه التوابل اللي انا حباها انا اسفه نسيت في برجر اللحمه انا بحط نص كوبايه باربيكيو صوص اه. انا بره بيعملوا البرجر لازم يحطوا عليه لون عشان يدينا اللون الاحمر انا عايزه لون حاجه طبيعيه فبحط الباربكيو صوص بيديني الطعم المدخن بتاع الفلفل لانه هو الباربكيو صوص عباره عن فلفل الاحمر الرومي المشوي م. المدخن بيتعمل بطريقه معينه يبقى صوص انا باخد من منه الكوباي بيحبوه جدا جدا مم. لما بيخش مع البرجر مع البرجر اللحمه بيدينا طعم في منتهى الجمال مم. لما بتستوي بتبقى طعمها تحفه تمام البرجر الفراخ ما بحطش بقى فيه كده بحط معاه دقيق شوفان مع فول الصويا بحط دقيق شوفان بجيب بس الشوفان بس مره تانية الفول الصويا برده موجود مع البرجر وكانه ما فيش برجر من غير الفول الصويا فيش خالص ما هو ده اللي هيديني التماسك بتاعه اه ملوش ومش بديل مش هيخليكش تاني. لا ملوش م. بديل م. هنا انا بحط حتى... بس اسمحيلي تاني الفت النظر لاهميه المعلومه اللي حضرتك قلتيها ان احنا نتعامل مع الفول الصويا بحذر شديد جدا ما نزودش الكميه اكتر من اللازم بحذر آه. والبيوت اللي فيها اولاد صبيان ما ياكلوش منه كتير يعني مره واحده في الاسبوع م. م. تكفي جدا جدا من البرجر ويكون احنا اللي عاملينه في البيت عشان تبقى النسبه قليله اه هي نفس النسبه برده مع برجر الفراخ 200 جرام للكيلو 200 جرام 200 جرام لا 100 جرام 100 جرام فول صويا لان انا هحط نص كوبايه شوفان مطحون انا بجيب الشوفان نص كوبايه واطحنها ده ما ينفعش تحط مع برجر اللحمه نعم شوفان ما ينفعش تحط مع برجر ممكن انا ما جربتوش بصراحه لان انا جربت حاجه ثانيه حبيت اعمل لهم اختلاف بين طعم اللحمه وبين طعم الفراخ فحبيت ادخل الشوفان مع الفراخ وحبيت احط فول الصويا مع صوص الباربيكيو احطه مع اللحمه عشان اعمل لهم طعم مميز تمام بس ده. هو وجود الشوفان ممكن يكون مفيد برضه قيمه غذائيه طبعا هديهم الياف عاليه جدا هخلي جسمهم ما يبقاش عندهم امساك خالص م. لان الشوفان كله الياف والالياف بتريح المعده وبتريح الامعاء بتخلي الامعاء تتخلص من اي فضلات فيها م. فما بيبقاش عندهم المشكله عسر الهضم دي م. وكانه حضرتك يعني بتشاوري على برجر الفراخ ممكن يكون افضل يعني من الاثنين زي بعض مم. في اولاد ما بتحبش الفراخ في اولاد ما بتحبش اللحمه فيبقى انا عملت البديل مم. وكمان مش على طول هديهم بقى لحمه 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 برده التنويع والتغيير مطلوب بالذات في الطعم كمان انا هنا عملت صنف كمان جميل جدا الاولاد بقى بيحبوه من المطاعم النجتس آه. طب كده خلاص برجر الفراخ اه برجر الفراخ خلاص, خلاص احنا بنعجن برضو كل المكونات مع بعض في الخلاط او في المفرمه وبعد كده نبدا نشكلهم ونحتفظ بيه بنفس الطريقه آه على اكياس بلاستيك في الفريزه وبرضو بتجن... طريقه تسخينه او تجهيزه نفس برده على الشوايه كده يتشوي او على الجريل او على طاسه على النار بيبقى سهل جدا في طريقه التعامل معاه عظيم طيب اخر طبق اللي الناجتس. هو الناجتس الفريخ. الناجتس الفراخ الناجتس ده من الاطباق المحبوبه جدا جدا بنجيبه من بره بفلوس قد كده وهو مكوناته بسيطه جدا جدا م. يعني سهله جدا ممكن نقولها كل ستة هتحبه جدا لاولادها م. الناجتس الفراخ محتاجين نص كيلو صدور فراخ مفرومه مخليه طبعا مفرومه م. نص كيلو وراك فراخ مخليه من العظم والجلد ومفرومه 350 جرام بطاطس مسلوقة و150 جرام جزر مسلوق وكوباية شوفان مطحون مم. وملح وفلفل وتوابل فراخ ومعلقتين زيت واضح كده من مكوناته آه أنه قيمته الغذائية هتكون عالية الأولاد ما بتحبش الخضار ودي مشكلة كانت عندي برضو في بنتي الكبيرة بتحبش الخضار أبدا مم. فلازم أعمل لها حاجة دخلها فيها الخضار م. فبدأت افكر النجتس بيتعمل اساسي فيه ان انا احط فيه بطاطس مسلوقة بدأت ازود على البطاطس احط معاها جزر م. او اشيل الجزر مره تانيه احط الكوسه م. بدأت لها حاجات مختلفه علشان تاكل خضار تمام. احنا بنجيب الصدور والفراخ الصدور الفراخ والوراك الفراخ نفرمهم بس الاشكال اللي حضرتك عاملاها دي سهل انها تعمل يعني شكل دي اللي قال... الاشكال اللي بتتباع بره اه بس ده سهل للست تعملها في البيت اه دي قطعات السابلية البسكوت السابليه آه موجوده يعني القطعات اه في محلات الادوات المنزليه القطعه من دول مثلا بسبعة 7 جنيه ونص او حاجه مم. كل ست عشان طبعا العيد والبسكوتات العيد وكده بيبقى عندنا تشكيله آه فوجودها يعني هيتم استخدامها اكتر من حاجه ممكن اجيب مج زي ده مم. كوبايه عاديه بوله صغيره عندي اقطع بيها تمام اجيب بقى الفراخه افرمها كويس جدا مم. اجيب البطاطس اسلقها اغسلها وهي بقشرها اسلقها كويس جدا وهي والجزر مم. بعد ما اغسلهم احطهم في ميه يغلوا لمده ثلث ساعه مم. الجزر يكون صحيح والبطاطس صحيحه بعد كده اخدهم اصفيهم من السلق من ميه السلق دي اقشرهم بس الجزر ما بقشروش انا ببقى غسلاه كويس جدا م. البطاطس بس عشان القشره بشيلها واسيبها لما تبرد طيب بعد إيه ما, ما تبرد الجزر؟ لانه بعض الناس بتحب أو... تأشير الحاجات دي خصوصا في الفتره مخصو... دي على اساس انه انا بغسله إنو... كويس جدا انا عندي فرشه للخضار في البيت مم. الفرشه دي بدعك بيها الخضار كويس جدا من بره مم. بتاكد ان هو بقى نظيف زي الفل مم. وزياده في التاكيد ممكن اشطف الخضار ده بميه وخل بس ليه حضرتك مش عايزه تقشريه بمعنى انه يعني القيمه الغذائيه عاليه اصل انا لو قشرت الجزر وهو مسلوق هضطر اشيل جزء كبير جدا من اللحم أه. وعاده الفيتامينات بتاعه الخضار اللي عليها القشر بتبقى ملاصقة لقشره القشره على طول أه. عشان كده احنا بنحب ناكل الاولاد التفاح بقشره الخيار بقشره بس مع تنظيفه طبعا وغسله تنظيفه وغسله كويس جدا مم. يتنقع في ميه وخلي لمده عشر دقايق اتاكد ان هو كده خلاص ان الجراثيم اللي عليه انتهت تمام وغسله تحت الميه الجاريه طبعا تمام بعد ما يتسلقوا كويس جدا اهرسهم واسيبهم يبردوا تماما ما ينفعش ان انا اخلطهم وهم سخنين على الفراخ عشان البكتيريا ما تنشطش والفراخ تحمض او تبوظ مني لازم لما تبرد نهائي ابدا بقى اخلط الحاجات الخضار ده افرمه مع الفراخ وكمان بجيب بصلايه بصلايه فريش مع معلقه زيت على النار اشوحها تكون متقطعة اشوحها كويس جدا تمام. بعد لما تدبل وتبرد افرمها مع البطاطس والجزر مم. اخدهم بقى كلهم تاني في الكبة جزء جزء افرمه اعيد فرمه عشان كل المكونات تبقى عبارة عن حاجة واحدة تمام. لولاد ما يجوش يلاقوا حتة بطاطس هما بياكلوا أو حتة جزر ممكن يرفضوا ياكلوه مم. لكن لما يتفرموا تاني مع بعض خلاص مم. يبقى التوابل مع البصل المتشوح مع الخضار يتفرموا مع بعض بعد كده اجي افردهم على بلاستيك من كيس بلاستيك بتاع الثلاجة افرده واحط العجينة بتاعة الفراخ دي وافردها بسمك سنتي اقل من من ارتفاع الصباع سمك سنتي بالظبط وابدا افرد عليها كمان كيس افردها كلها تبقى كلها نفس الحجم أبدأ بقى بالقطاعات أعمل الاشكال اللي أنا أحب. اعمل الأشكال والبيض والبقسماط اللى أنا كنت عاملة بيهم الكفتة آخد البيض مع اللبن وملح وفلفل أنزل فيه القطعة اللى انا شكلتها م. أروح واخدها في البيض أطلعها من البيض على البقسماط وفي خلطة اسمها خلطة الفراخ المقرمشة عند العطار بقسماط الفراخ المقرمشة بيبقى محبب كده وخشن شوية مم. انت بتحاولي تجذبي الولاد بأي شكل من الاشكال علشان لما مم. ينزل في الزيت مم. تديني الطبقة من بره المقرمشة وكمان لو أنا مش هجيب الخلطة دي ممكن أجيب لهم الكورن فليكس اللي هم بيفطروا بيه الصبح على اللبن مم. ممكن أحطه مع البقسماط الناعم أطلع من البيض على الكورن فليكس عشان لما تتحمر لهم تديهم الشكل الحلو اللي هم بيجيبوه من بره عزيز. احنا يعني سوق الحظ حضرتك جايب الحاجات دي لسه طبعا ما اتجهزتش ف... يعني لو كنت جبتها جاهزه طبعا كان المره الجايه <applause> ان شاء الله ما كنتش هتطلعي بيها من الاستوديو نجيب طبعًا لهم. يعني. نجيب لهم ان شاء الله المره الجايه باذن الله نماذج بقى للساندوتشات او اكلات بقى نعملها كمان للاولاد ان شاء الله بس كميه اكبر من ده باذن ده ده. الله عشان شايفه الناس يعني انا عايزه بس كل ده. ام حاجه احنا بكره يعني يوم الخميس ان شاء الله بنقول لكل الساده المشاهدين مشاهدين قناه الناس مشاهدين مصر والعالم العربي كل سنه وانتم طيبين علشان موسم عشان او يوم عاشوراء آه كل سنة واحنا كلنا طيبين وبخير وسعادة الام احنا اتربينا ان احنا نطلع نعمل بليلة عشان نعمل عشورة عايزة اقول لهم ان البليلة دي مفيدة جدا جدا يعني جدا 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 م. ما نستهونش خالص بيها سواء اللي احنا باللبن او بالمية حضرتك بتعملها بالمية عشان خاطر انا عندي بنتي ما بتاكلهاش مم. ابدا بل... عندي بنتي صغيرة بتحبها بالمية ما بتحبهاش ابدا باللبن بس طبعا قيمتها باللبن الغذائية قيمتها الغذائية باللبن طبعاً بتكون بتبقى عالية أعلى جدا آه فانا آه البليلة دي دايما الام تعملها ايام الدراسة تجيب لو جابت نص كيلو قمح بليلة مم. وسوته هيديها طبعا كميه كبيره طبعا هتقول هيخسر عندي في التلاجة تقسمها على اكياس بعد ما تبرد تقسمها وتحطها في الفريزر م. تطلع كيس كيس يا رب تديهم كل يومين ثلاثه وجبه الفطار بتاعتهم تبقى بليله م. او على الاقل يوم الجمعه اللي هم عايزين فيه من المدرسه م. لو هي كل يوم اديت لهم كوبايه صغيره او فنجان صغير بليله مع شويه لبن صغيرين او م. عسل نحل وحلتها لهم بعسل النحل حطت لهم عليها الكورن اللي هم بيحبوه م. تحط لهم عليه اللي هو الكاكاو المحلى اللي في الاكياس اللي بيتحط على اللبن على البارد وحطتها لهم وغيرت لهم الطعم هياكلوا وجبه تضمن ان هم رايحين المدرسه الصبح واخدين قيمه غذائيه عاليه حاجه تفيد جسمهم وكمان البليله فيها حاجه مهمه جدا انها غنيه جدا بفيتامين ب 6 المهم جدا للمخ م. وللنشاط الذهني. انا بشكرك كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب. واذا كان في حاجه ممكن ناكد عليها هنا برده في وجود حضرتك فكره انه الام او الست المصريه لازم تفكر او توجد بدايل في مساله الـ الاكل. الاكل. طبعا. يعني حضرتك عماله توجدي بدايل وحلول بدل كذا وكذا بتستخدمي كذا. فاعتقد ان المشاهد هنا او النقطه المهمه اللي ممكن ناكد عليها في حضور الاستاذه غاده انه لازم على كل ام انها تفكر في بدائل ممكن تكون مفيده وجاذبه لاولادها اشكرك شكرا جزيلا ربنا يخليك جدا مصطفى برسيجي. شكرا جزيلا وكل سنه وحضرتك طيبه ميرسي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عشرة يوم الخميس وبمناسبه دخول المدارس ان شاء الله يكون عام دراسي سعيد على كل اولادنا وعلى كل الطلبه والطالبات ان شاء الله ان شاء الله فاصل مشاهدينا الكرام بعده نعود اليكم بفقره حواريه اخرى ارجو ان تبقوا معنا اهلا بكم من جديد يبقى موضوع الاستشراق من الموضوعات المهمه التي تستحق الاهتمام والمناقشه وسبب لا يعود فحسب الى تاثير المستشرقين على الرؤيه الغربيه لنا كعرب ومسلمين وانما ايضا لما تكشفه من جوانب وابعاد في شخصيتنا الحضاريه لا تتضح لنا بدرجه كافيه الا من خلال قراءه ما يقدمه المستشرقون في حلقات سابقه ناقشنا معكم الاستشراق مع من قاموا بدراسته داخل الجامعات والمراكز البحثيه اما اليوم فنتحدث عنه مع واحد من العاملين في ساحاته بالغرب ضيفنا الكريم دكتور عمرو رياض استاذ الدراسات الاسلاميه والعربيه بجامعه ليوفان ببلجيكا. التاريخ العلمي لدكتور عمرو يدل على خبرات مهمه له في مجال الدراسات الاسلاميه ذلك انه تخرج في جامعه الازهر الشريف وتحديدا كليه اللغات والترجمه في عام 1998 ثم سافر لهولندا عام 1999 ليحصل على درجة الماجستير من جامعة لايدن وأصبح أستاذا مساعدا بجامعة لايدن في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2014 خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2017 عمل ضيفنا الكريم أستاذا مساعدا بجامعة أوترخت قبل أن ينتقل للعمل بجامعة لوفن في بلجيكا ادعوكم للترحيب بضيفي الكريم دكتور عمرو رياض استاذ الدراسات الاسلاميه والعربيه بجامعه ليوفن ببلجيكا اهلا بك دكتور عمرو اهلا وسهلا اتمنى ان نكون قد وفقنا في التقدمه البسيطه دي لكي نتلمس بعض ملامح عطاء حضرتك. حضرتك, يعني في في, في في مجال اللغات والترجمه والعمل كاستاذ للحضاره العربيه والاسلاميه الله يخلي حضرتك ابدا مع حضرتك يعني كازهري مع اختلاف البيئه طبعا الاكاديميه بين مصر والازهر، كيف تعاملت مع هذا الاختلاف؟ وبعد كده هنبدا نتحدث عن بعض الامور المرتبطه بالاستشراق ورؤيه الغرب لنا. نعم. هو حضرتك بالنسبه لتجربتك أزهري مش انا الوحيد طبعا في عشرات ومئات الزملاء اللي سافروا للغرب وامريكا في اوروبا وامريكا على وجه التحديد للدراسات الاسلاميه او دراسه الماجستير والدكتوراه. فالتجربه طبعا اعتقد هي متكرره في في كل الاشخاص، التجربه بتكمن في ان انت كازهري يعني ذهبت الى الكتاب، ذهبت الى المعهد الازهري في قريتك او في مدينتك، ثم انتقلت الى الجامعه، فالتحصيل العلمي الكمي قد يكون مذهل بالنسبه لقرينك الاوروبي الـ الـ الذي يدخل مجال الدراسات الاسلاميه والعربيه. اقصد بالتحصيل الكمي هنا كم المعرفي اللي الفرد يبنيه او الطالب يبنيه في الازهر بيكون بهذا الشكل. <applause> مع السفر للغرب بيتم التعامل مع هذا الكم المعرفي بتكييفه بشكل أفقي لخدمة الدراسات النقدية لهذا التراث وأنا أعتقد إن أنه من الخطأ أن نحن ندرك إحنا نفسنا كنا بنسأل يعني لما 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 تقول لحد أنا بدرس دراسات إسلامية وعربية في لايدن يعني تترك مصر والأزهر وتأتي هنا للدراسات الإسلامية والعربية لكن لما تدرك الأمر أن يعني جامعة زي لايدن أو ليفن كم المصادر المعرفية عن العالم العربي والتاريخ العربي والمخطوطات وما إلى ذلك هو هذه بضاعتنا ردت إلينا م. فتجد أن تكييف هذا الكم المعرفي بدراسة بدراسات نقدية رصينة أه تشارك بها في في مثل هذه لعل ولعل حضرتك بهذه النقطه يعني البعض ممكن يستغرب انه حضرتك تذهب لنيل درجه الماجستير والدكتوراه من هناك ايضا نعم. أه مع ان احنا يعني اولى او المفروض انه هذه بالضبط. العلوم بالضبط. أه منبتها عندنا بالضبط. ولكن حضرتك اوضحت انه واضح انه برضه مصادرهم هناك او روافدهم البحثيه في المجال ده لا يستهان بها صحيح 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 وده وده بتشوفه ممكن اقول يتفوق علينا يا دكتور؟ والله لا تستطيع ان تقول ذلك هي القضيه كلها انا انا من وجهه نظري القضيه ليست في الدراسات الاسلاميه والعربيه فقط ولكن هي في البحث الاكاديمي آه. يعني من منظومه البحث نفسها مختلفه بالضبط مختلطة. بالضبط فانا آه. لا استطيع ان اقول ان الدراسات الاسلاميه والعربيه متفوقه في الغرب عن يعني نظيراتها في الشرق او ذلك لان المنظومه الاكاديميه مختلفه نحن نعرف ان هناك في عالمنا للاسف الشديد هناك نوع من التكلس الاكاديمي الذي حدث في الاعوام م. او او السنوات الاخيره احييك على جريتك في الطرح ده يعني هو هذه هو حقيقه لان م. انا انا ابن هذا هذا ابن جامعه الازهر وافتخر بالانتماء لها لكن لا يعني ذلك يعني يعني هي الام لكن لا يعني ذلك ان احنا نريد الاصلاح فانا ما ما اقصده بالتكلس الاكاديمي هي هي نقد بناء لذلك الامر وانا وانا يعني من هنا يعني بطرح فكره التنشيط الاكاديمي بشكل كبير ليس فقط في الدراسات الاسلاميه والعربيه ولا لو, لو لينا على الهامش كده سريعا هو طبعا مش محل بحثنا لكن برضه شيء بشيء يذكر ولعل يعني وجود حضرتك يكون خير ايه اللي محتاجه منظومه البحث الاكاديمي في مصر لو حتى في عناوين رئيسه انا اعتقد ان ان هناك مشكله مشكله عامه يعني يعني انا حضرتك طبعا احنا في في مجتمعات فيها تحولات كبيره في السنوات الاخيره فاعتقد ان ان البيروقراطيه لها عامل كبير بتحجيم بعض المناطق الاكاديميه لا هذا لا يعني انه في اوروبا ليس هناك بيروقراطيه هناك بيروقراطيه لكنها تتوازي مع البحث العلمي بشكل ما يعني هناك وهناك تناحر ايضا يعني بمعنى نحن كاكاديميين في جامعات اوروبيه نشكو ايضا من البيروقراطيه ونشكو من الموظف الذي قد يحجمك حجمك في في بعض القرارات الاكاديميه التي تاخذها لكن هي مساله شد وجذب فانا بس اعتقد بيروقراطيه عن بيروقراطيه بالضبط بالضبط لكن انا اقصده حضرتك لذلك هو الشد والجذب هذا أه. هو الذي يبني المنظومه أه. فمعنى ذلك ان انت بالنسبه لك لما تتخذ قرار معين اكاديمي في الاكاديميه ان تتصارع مع هذا الموظف لكن في النهايه هناك صالح عام ينظر مم. اليه و و وتسير الامور في بشكل بشكل ما ف ف فلذلك حضرتك انا ده, ده بالنسبه لل للجزء الاول الجزء الثاني اعتقد إن إن الحرية الأكاديمية، الحرية الأكاديمية وأنا لا أقصد بذلك ترك كل شيء مباح في في أن تقول ما تقول لأن أيضا في أوروبا هناك هناك بعض الحدود التي لا يستطيع أن أن تتعداها، فأنا أقصد هنا بالحرية الأكاديمية هي فتح مجال للإبداع، الإبداع الأكاديمي. أنا أعتقد أن هذه هي الفكرة، وأنا أعتقد أن ده دور الأستاذ في الجامعات المصرية، الأستاذ لا يصنع كوبي بيست، لا يصنع يعني قص ولزق من تلميذه هذا هذا شيء أنا أرفضه تماماً م. لأن التلميذ له شخصيته المستقلة وأنا أكرر في كل محفل ما قاله أستاذي الهولندي في أول مرة أول بحث كتبته له وأكررها مراراً وتكراراً قال لي أنت هنا كي تختلف معي م. فقضية الاختلاف وهذه ليست قضية أكررها أيضا ليست شرقية ولا غربية هي قضية إنسانية م. عموما فمسألة الاختلاف والاختلاف هو ديننا وإلا ماذا ستضيف أنت في في, في تاريخ البحث العلمي بالضبط إن لم تختلف معه بالضبط بالضبط فأنا أعتقد أن هذه برضو يعني يعني مهمة الأستاذ في الجامعات المصرية وانا اعتقد ان هناك من الاساتذه الكبار الذين يقومون بذلك لكن هي مهمه صنع جيل جيل جديد قد يكون مختلف عني وقد يتفوق عني فاعتقد ان هذا ابقي الجيم معطشه يا دكتور رائعه طيب حاضر اخليها حاضر معطشه ده, حاضر ده أنا حاضر ن... ن... نخليها ازهري <تصفيق> <تصفيق> طيب يبقى احنا دلوقتي البيروقراطيه وفتح مجال اوسع لحريه البحث ون... في نقطه ثالثه ولا نقطتين آه هو في نقاط كثيره يعني ممكن حضرتك نقعد بقى نتكلم طيب تكفي النقطتين دول وربما يعني نستضيف حضرتك لاحقا للحديث تفصيلا في هذه المساله درجه الدكتوراه نلتها عن بحث ايه او الموضوع اللي حضرتك انا عملت, فيه؟ عملت الدكتوراه عن مجله المنار وهي المجله التي انشاها الشيخ محمد رشيد رضا وهو من المصلحين الاسلاميين في اتى من الشام الى مصر في نهايه القرن التاسع عشر ليتتلمذ على يد الشيخ محمد عبده رحمه الله عليهما وهنا في القاهره في اواخر 1897 انشا مجله المنار واختياره لاسم المنار بالتوافق مع الشيخ محمد عبده رحمه الله عليه هو هو تيمنا بحديث ان للاسلام صوا ومنارا كمنار الطريق <تصفيق> <تصفيق> وكانت دائما المجلة يكتب عليها هذا الحديث الشيخ رشيد رضا يعني أسس المجلة في نهاية القرن التاسع عشر 97-98 واستمرت الى عام 1935 ففي خلال هذه يعني بنتكلم على 37 سنه تقريبا كانت مجله المنار هي مجله المنار <تصفيق> <تصفيق> كانت <تصفيق> كانت هي النافذه للعالم الاسلامي يعني حينما يعني نحن نتحدث الان بعد مرور 100 سنه حينما تقرا مجله مجله المنار تجد فعلا ان انها نافذه على العالم الإسلامي في ذلك الوقت لأنها كانت تحوي الأخبار والمقالات والفتاوى وما إلى ذلك فالدكتوراه كانت حول, كانت حول مجلة, مجلة المنار. المنار, المنار. نعم. طيب بعيون أيضا الطالب الأزهري أو المصري لا أدري هل المسألة تختلف إذا كان الطالب أزهري أو من جامعة مدنية يعني أو غير أزهرية هل نظرتك للغرب يكون ليها اعتبارات ما يعني أنت رايح للغرب تحت تاثير بعض الانطباعات المسبقه او بعض القيم والثوابت راسخه في ذهنك فده بيؤثر على تعاطيك معهم في الغرب ولا حضرتك رحت وانت مجرد من كل هذه الامور؟ لا طبعا لو قلت ان انا مجرد يبقى انا مش مش صريح مع حضرتك انت م. انت بالنسبه في الدراسه الازهريه ومش الدراسه العموم عموما يعني فكره الغرب هي فكره المجهول. فكرة الشيء الذي تراه في التلفاز او تقرأ م. عنه قد تكون احتككت بشخص ما في القاهرة تتحدث معه لتمارس اللغة الإنجليزية حينما تدرس اللغة الإنجليزية هذا يعني مررنا به جميعا في فترة من الفترات لكن هذه الأحكام المسبقة المسبقة كانت بالطبع لها لها يعني دوافع معينة أنت قرأت التاريخ هناك بعض الشوائب في تاريخ العلاقات علاقه الاسلام بالغرب او م. او العالم العربي بالغرب التاريخ الاستعماري تاريخ الاستعلاء كل هذه الامور يعني طب يعني ممكن نقول انه حضرتك يعني للطالب بشكل مجرد مش حضرتك يعني اي منا اذا ذهب الى هناك بيكون متحفز بشكل او باخر ضد الغرب او لا هي مساله او بلاش هد... ضد يعني بيكون في شكل من الاشكال آه ارث قديم لا, لا يمكن ان يخفيه حتى في تعامله او تعاطيه معهم يعني حقيقي. حتى وان بدت الامور سلسه وبسيطه ما هو الامور سلسه وبسيطه حين تذهب الى هناك تكتشف ان الغرب ليس يعني شيئا واحدا ولا ولا منظومه واحده نحن نتعامل مع الغرب كهيمنه وسط يعني هيمنه اقتصاديه وسياسيه هذا هذا وارد ننظر له نظره ابهار وحتى كمان نظره الدونيه يعني بمعنى هو هو مستعلي وانت في 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 شيء هذا الاحساس موجود لكن اقصد ان الغرب ليس هذا فقط الغرب هو الناس هو الحضاره هو الشارع هو الجيران فاعتقد انت بالنسبه لك لما بتذهب للغرب كطالب ده ده اللي بينمي فيك اه يعني نظره نقديه اكثر عمقا اه لكنه للغرب لكنه ليس بالفردوس المفقود لا طبعا يعني هو البعض بينظروا للغرب كانه يعني الـ يعني الـ الكمال كله لا طبعا, كله لا, لا, يعني طبعا اه لا طبعا لا طبعا هي حياه بشريه فيها فيها الشر وفيها الخير يعني اعتقد بالنسبه يمكن يمكن هو بالنسبه له فهم يعني يعني مفاتيح الحضاره اه على الاقل في ال 100 سنه الاخيره ان صح لنا التعبير وطورها واتخذ اساليبها يعني هذه الفكره لكن حين تعيش في الغرب هو هو مجتمع بخيره وشره وحلوه ومره يعني يعني القضيه مش 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 جنه ولا نار في نفس الوقت يعني لكن مش السعاده المطلقه هناك يعني ده اللي ولا ولا التعاسة المطلقه يعني بمعنى <applause> حضرتك ايضا هي بس كل الفكره حضرتك هي يمكن يمكن احنا بالنسبه لنا اللي انا بفتقده وغيري بيفتقده الاجتماعيه يعني بمعنى انت لما بنعيش <applause> في المجتمع بتاعنا ازاي الناس بتعيش مع بعضها ازاي المجتمع <applause> بيعيش طبعا ده انت بتفتقده لكن انت بتقدر تبنيه لانك نشئت وتربيت على بالظبط لكن <applause> بتقدر تبنيه في مجتمع صغير بمعنى ان انتوا بالنسبه لكم بنعمل يعني يعني في حياه طلابيه كنا مع بعض كل طلاب الدكتوراه من العالم العربي او من مصر بنجتمع <applause> مع بعض، العائلات تجتمع مع بعض فبتصنع عالمك <applause> الذي انت تفتقده وتكمله بمساله ان انت بالنسبه لك الدراسه والحياه الاكاديميه طبعا مختلفه هي في حياتها في في, في ذاتها متعه، يعني انا اعتقد حضرتك أنا الى الان انا بالنسبه لي بقول لنفسي دائما ان هي هوايتك اللي عملت منها شغلك، يعني <applause> بمعنى هذا الشيء يعني انت تسعد وانت تفعله في في حاله البحث العلمي، واذا كان الجو الاكاديمي يوفر لك ذلك فيكون طبعا ده ده شيء انت تستمتع به كل يوم. عاده او غالبا يعني الانطباع السائد عن الغرب انه فكره المنفعه بتكون حاكمه لكل تصرفاته او خطواته او قراراته. ايه المنفعه اللي تعود على الغرب ان هو يسمح لطلاب من الشرق او من الدول العربيه انها تنال درجات الدكتوراه في مباحث عربيه واسلاميه على ارض صحيح. بيستفيد ايه هي حضرتك بيستفيد ايه ده طبعا لازم نحطها في مجال العلوم الانسانيه يعني الدراسات م. الاسلاميه والعربيه في الغرب هي جزء من الدراسات المعروفه بالدراسات الانسانيه م. يعني سواء كانت ثقافيه او تاريخ او ما الى ذلك فمساله الاستفاده هذه حضرتك ليست ليست فقط هي هي يعني انه يجلب او يجلب هؤلاء الطلاب أوك. لمسح عقولهم ويكونوا من من اذناب الغرب ومن كما البعض هذه هذه طبعا نظريه المؤامره هذه طبعا يعني على بالضبط فهذه يجب ان ان ننحيها جانبا لكن حضرتك انت بتتكلم دلوقتي على مساله المنفعه بمعنى انه انا بالنسبه لحضرتك كنموذج من نماذج كثير لما بتروح هناك انت بالنسبه لك يعني كانت المنحه هولنديه <applause> يعني هولندا لم تكن مدينه لي بشيء <applause> لتعطيني انا انا تلك المنحه الدراسيه تمام. لكن في فتحت لك المجال لانه الاستاذ بتاعي كان دايما يرى ويقول وجودكم نحن الازهريين أيوة. كنا كنا طبعا يعني 11 ازهري درسنا في جامعه لايدن في اعوام متتاليه <applause> هو يعني غنى لفصلي آه. كان ينظر استاذي <applause> كان يستفيد من ذلك ده اللي انا ده عايز احط تحته 100 خط ان هو ربما تكون دي حلقه ايضا في مجال الاستشراق هو من خلالكم بيتعرف على ملامح تانية جديده والطلاب الطلاب الهولنديين او اللي من اصول عربيه ولدوا في هولندا هو شايف ان مدى الاستفاده وثراء النقاش بوجود طالب ازهري هو شايف ان ان هي بتدفع النقاش الى الى الى, إلى شكل معين مما يتيح له فرصه ان ان هو يطفي الجو النقدي للفصل الدراسي فهذه طبعا طبعا امر. الامر الثاني حضرتك انه ينظر الى ذلك انه اذا انت جئت من 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 العالم العربي محمل بكم معرفي معين تستطيع ايضا ان تدفع عجله البحث العلمي بمعنى إيه. ان انا بعد بعد الماجستير والدكتوراه إيه. والترقي في في الدرجات الاكاديميه في 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 هولندا وفي بلجيكا إيه. الان انت جزء من منظومه البحث بمعنى ان إيه. ان ان ما تنشره وما تكتبه هو جزء من منظومه سأستفيد منه انا جزء من المنظومه أنت او على الاقل ساستفيد منه انا اولا ب... ب... هي هي متبادله يعني حضرتك انا انا دائما بالطبع يعني مم. انت بتعيش بتعيش كمصري في جامعه لوفن انت انت مصري يعني لكن مم. لكن وطبعا يعني اصبحت يعني عشت في هولندا سنين كتير فبينظروا اليك ان انت مصري هولندي لكن في النهايه انا لا لا, لا اشعر بانني غريب في في وسط الكليه مثلا يعني. ومش مطالب ان توجد نفسك في هذا الصراع يعني او تحط نفسك في هذه المقارنه هل لا انا, أنا اعتقد ان تخلصت من هذا الامر منذ منذ سنين يعني الامر ليس عندي آه. بهذا الشكل يعني. لكن النقطه اللي لفتت للنظر فكره انه هذه المقوله لاستاذك ان انتم ثراء لنا او اضافه لنا هل معنى ذلك أنه الغرب بيسعى لشكل أشكال التصالح مع الآخر؟ لأنه لا طالما في حلقات نقاشية ربما ممتدة مع كثير من ضيوفي أشاروا لأنه الحضارة الغربية حضارة صدامية بطبيعتها فهل يفهم منه أنه ربما الفكر الغربي يتغير أنه بيسعى لشكل أشكال المصالحة؟ هو حضرتك أنا مش عايز برضو أخلي الصورة وردية وبرضه لا اتفق مع هذه الصوره الظلاميه ان هو الحضاره ليست الحضاره الغربيه ليست بالصداميه مش بالشكل يعني انا انا اقصد كلامي قد يبدو للمستمع ان الغرب يعني يفتح الافاق وان م. يعني هذه الامور ايضا امور معقده يعني هي هي فكره معقده هي ليست صداميه وليست انفتاحيه بالشكل المفهوم لكنها يعني عباره عن عن منظومه منظومه انت تتحرك فيها بمشاكلها وبايجابيتها ما اقصده من ذلك ان حضرتك طب أنا, انا ممكن معذره انا ممكن اعيد صياغه السؤال بشكل اشمل واعم علشان تبقى الرؤيه اشمل أوضح ما الذي يريده الغرب من الشرق او من العالم العربي والاسلامي من خلال حتى تجربه حضرتك واطلاعك على المكونات الفكريه للمنظومه الغربيه هو لو احنا حضرتك دلوقتي ما, ما يريده الغرب من الشرق هي على المستوى السياسي هي مصالح سياسيه <applause> بمعنى ان الغرب فعلا له مصالح سياسيه في الشرق ويريد تنفيذها. لحد كده وده مقبول مصالح مقبول لكن هل فكره الهيمنه لسه تراود أكيد الغرب؟ اكيد اكيد في بعض الدوائر السياسيه في فكره <applause> الهيمنه تراود اكيد يعني ده هذا شيء لا ينكر لكن لا ما اقصده ان فكره الهيمنه دي في هناك حركات في الغرب نفسها يعني قد تكون تبدو مضاده او تبدو انها لا لا تنشغل اصلا بفكره الهيمنه. <applause> يعني بمعنى بمعنى حضرتك انا لما اتكلم على الجامعه اللي انا بشتغل فيها هي ليست مشغوله بفكره الهيمنه على الشرق، هي يمكن مثلا التوجه السياسي وخاصه اليمين المتطرف انه صدامي مع الاسلام، هذا هذا وارد وهذا <applause> موجود، لكن هناك حركه دفع مضاده ايضا في المجتمع ضد هذه الحركات اليمينيه المتطرفه التي تعادى الاسلام او تريد فرض اراء معينه، فهي فهي المساله حضرتك يعني نحن لا ننشغل ليل نهار في الكليه ان انا بتكلم مع زملائي كيف انهم يهيمنون وانا وانا المستضعف، الفكره ليست ليست بهذا الشكل، لكن على المستوى المعرفي بالطبع هناك هناك استراتيجيه معينه وده لو حضرتك بصينا كلمه الاستشراق الالف والسين والتاء تعلمنا في المدارس للطلب وهي طلب الشرق، قد تكون طلب معرفه قد تكون طلب هيمنه، قد تكون والمستشرق في العصر الكولونيالي او العصر الاستعماري كان جزءا لا جزءا لا يتجزا من فكره الاستعمار نفسها بس يعني. قيل وصحح لنا انه الحركات الاستشراقيه بدات او بنيت على ارضيه استعماريه في المقام الاول آه هي هي بدات في قبل الاستعمار يعني هي. فكره فكره الاستشراق او الدراسات الشعوب الاخرى هي بدات من الحروب الصليبيه يعني م. مسألة الحروب الصليبية كان يدفعه أيضا جانب معرفي بمعنى أن هناك نوع من الاستكشاف بالحركات الصليبية ومعرفة الآخر واحتلال الآخر بشكل ما مع تطور الفكرة كان هناك عوامل دينية وسياسية واقتصادية وأنا الترتيب يعني مصر يعني مصر عليه بهذا الشكل ليه؟ م. لأن هو الفكرة نفسها حضرتك بدأت تبشيرية بدأت تنصيرية بدات نشر التعاليم المسيحيه الغربيه في الشرق ده الفكره بنيت في هذا الشكل واقتصاديه مع اكتشاف العالم الجديد اكتشاف الامريكتين البحر بالنسبه لهم اصبح طريق راس جاء الصالح فانت محتاج معرفه لتبني ذلك ففكره اصلا يعني فكره حضرتك التنوير نفسها في اوروبا نشات مع اكتشاف العالم الاخر وسياسية بالطبع وهو اللي لحقتها بعد ذلك الحركات الاستعمارية واستعمار العالم العربي والإسلامي والعالم المشرق بشكل العالم الشرقي بشكل بشكل اوسع تمام من خلال تجربه حضرتك برضو هل تعتقد انه او ترى الغرب يقر بشكل من اشكال الفضل للعرب في في سياق البحث المعرفي او اذا كان هناك استشراق من بغرض المعرفه أنا أنك نخرج لفاصل والإجابة أسمعها من حضرتك بعد قليل صدق. فاصل مشاهدينا نعود إليكم بعد قليل وهذا الحديث الممتع مع ضيفنا الكريم حول الاستشراق ومحاولات أيضا العرب والمسلمين للاقتراب من الغرب بعد قليل نعود إليكم اهلا بكم للجزء الجزء الاخير في هذه الحلقه ومعذرتنا يا دكتور عمرو لانه الوقت يعني تقريبا يمضي مع حضرتك سريعا وان كنا بحاجه لحلقه ممتده ان شاء الله ربما تجمعنا بحضرتك لاحقا ان شاء الله, إن شاء الله. إن شاء الله. لكن على الاقل بدانا نثير بعض النقاط المهمه فيما يتعلق بمساله الاستشراق وايضا معرفش التوصيف المقابل ينفع نقول الاستغراب يا ريت يا ريت يكون عندنا فكره الاستغراب آه. يا ريت آه. فدي نقطه برضو عايز اطرحها مع حضرتك لكن اخر نقطه اتكلمنا فيها قبل الفاصل كانت ال كانت ايه انا فاكرها حضرتك <تصفيق> 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 ان ان لا والله مش عارف <applause> طيب هي هتيجي ان شاء الله من خلال دردشتنا مع حضرتك لكن ماشي بقى حضرتك بعد قربت على الساعه 12 لا اساسا في الفاصل كنا بندردش برضه <applause> آه. فالفكره نسيناها طيب انا فيما يتعلق بالاستغراب أه لطالما علينا ايضا ان ما عندناش هذا نفس الارث الموجود من الاستشراق، هل ترى انه آن الأوان يكون عندنا ايضا منظومه معنيه بدراسة الغرب بشكل اكاديمي بأسس وقواعد يتم الاتفاق عليها؟ اكيد مم. اكيد وده حضرتك للاسف الشديد الوقت متاخر ان احنا نطرح السؤال ده مم. للاسف انا مم. انا يعني صريح مع حضرتك ان احنا بالنسبه لنا فات قرون الان واحنا ما عندناش مراكز مم. لدراسة الغرب نعم على النقيض خالص احنا بنتكلم على اربع خمس قرون من مراكز دراسات اكاديميه استشراقيه في الغرب في جامعات مختلفه نعم. يعني في مئات الجامعات وليس يعني عشرات الجامعات فاعتقد ان ان هو طرح السؤال في هذا الوقت للاسف يعني هو متاخر لكن ليس بالمستحيل الان لكن هو بالفعل التقييم الغرب يجب ان يكون ان ان يقوم على هذا الاساس الدراسه التاريخيه النقديه الأكاديمية البعيدة عن التشنجات وأنا, بكرر ذلك لأنه هو بالنسبة له هو درسنا وقد يكون يعني منصف ومتحامل وقد يكون يعني بريء ومذنب لكن في نفس الوقت درسك وهو بعيد عن أي تشنجات يعني تشنجات بالنسبة, بالنسبة هو لا ينظر إليك على أن أنت دائما تتأمر عليه ودائما كذلك وبالنسبة له يدرسك كما أنت بهذا الشكل، فأنا أعتقد إن ده ده مهم جدًا، ده مهم وخاصة وضع هذا في قالب آخر أنا شايفه إن إحنا عالمنا العربي والإسلامي يجب أن ينهض به وهو الاهتمام بالعلوم الإنسانية. وكرر ذلك ليه العلوم الإنسانية؟ لأن أنا أعتقد اللي أنا اللي أنا شفته عن تجربتي حضرتك في العلوم الإنسانية في الغرب هي فعلًا عجلة الدفع إيه؟ للمجتمع، طبعًا العلوم التطبيقية هي هي صلب المجتمع، إيه؟ هي بالنسبة للمجتمع يسير بها من الناحية المادية لكن العلوم الإنسانية هي التي تسير وتخلق عقولا في المجتمع أو نقدر نقول أنها هي اللي بتصنع القرار أكيد وهي اللي بتبني هي اللي بتربي يعني ده, ده أنا أعتقد إن هو ركن كبير يجب إن إحنا ننتبه إليه وضع مثل هذه الدراسات في إطار آخر وهو الاهتمام بالعلوم الإنسانية أه هو درسنا وعرف نقاط القوة الضعف فينا يا دكتور أه وللاسف للاسف زي ما اشرت انه الوقت متاخر جدا احنا نسال السؤال ده في هذا التوقيت نبدا ولا ما نبداش فهل تعتقد برضو عندنا من يعني من الظروف المواتيه ان احنا نبدا او بمعنى اخر أه هل العقل العربي والمسلم في حاله تسمح له ببدء هذه الخطوه المهمه ام انه مازوم فعليه الاول ان يتخلص من ازماته والقيود المفروض عليه ثم ينطلق في هذا المجال هو حضرتك يجب الامر يكون متوازي انا مش م. معنى ان انا اقول الان هو العرب ما هو الغرب ما هو عنده ازماته وعنده مشاكله لكن لو لم يتوقف عن هذا الامر يعني بمعنى الامر ان احنا لو انتظرنا لحل المشاكل الداخليه اولا وحل العقل العربي المأزوم وبعد ذلك ندرس الغرب انا معذرتنا ما بتكلمش حتى عن مشاكل اقتصاديه او امور ممكن تكون ضاغطه حتى أو الفكرية ما أتكلم على العقل نفسه او الفكر يعني حضرتك لا يخفى عليك حجم الجماعات التكفيريه وتنظيمات التي تدعي انتسابها للإسلام وأنها دفاعها نعم عن الإسلام نعم والإسلام منها براء نعم لعل ده ملمح من ملامح اللي أنا أقصدها إنه العقل المسلم مأزوم في في النطاق ده أو في السياق ده هو يمكن عند حضرتك حق لكن في معنى هذا الكلام أن أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية قد نضبت من من مفكرين قد يكونون بدفع هذه الأمر أنا أنا مثلا بنظر حضرتك لزملائي الذين عادوا إلى إلى جامعة الأزهر الآن وخاصة في كلية اللغات والترجمة أنا على يقين إن من الممكن أن قدراتهم الفكرية والعقلية قد تفوقني وقد تفوق عشرات آخرين في جامعات أوروبية لكن إن أتيحت لهم تلك الفرصة إن أتيحت لهم تلك الفرصة اللي احنا تكلمنا عنها حضرتك مسألة الإبداع ومسألة عدم البيروقراطية وما إلى ذلك أعتقد أن هم قادرين بأن هم يدفعوا ذلك وحضرتك لو أنت دفعت ذلك معنى ذلك أن هنا في حركة مضادة ضد اللي حضرتك ذكرتهم في المجتمع اللي هم يقو اللي بيقودوا المجتمع ل التشدد والظلاميه وما الى ذلك. ف... فهي يجب ان تكون موازيه. طب ده ده يعني بيطرح نقطه تانية ربما تكون مهمه جدا. هل الازهر يعني حجم بشكل او باخر لسنوات مضت وان الاوان انه يستعيد دوره الريادي لانه يعني استعاد دور الازهر وريادته بالشكل الذي كان عليه في سنوات مضت. ربما يكون احد يعني الخطوات المهمه في السياق ده نعم انا ما اشعره الان وما استشعره ان هناك بالنسبه للازهر وانا حضرتك انتمي لهذه المنظومه وافتخر بها مع وضع بعض علامات الاستفهام النقديه كاي كما كما ذكرت لحضرتك لكن انا اعتقد ان ان الازهر فيه هذه القدره والقدرة دي مش بس يعني يمكن تحجمت يمكن ما ظهرتش في السنين الأخيرة بس احنا لو رجعنا لتاريخ تاريخ زي الشيخ محمد عبده والمصلحين اللي خرجوا من الازهر والشيخ المراغي اللي هم قادرين الشيخ محمد الغزالي قادرين فعلا على فهم التراث من الداخل وتقييمه بشكل منهجي اكاديمي نقدي اعتقد ان الازهر ما زال في هذه القوه بس هي يمكن الان وانا اعتقد ان في الفتره الاخيره تبدأ تظهر ان يجب اظهار هذه النماذج الفاعله وانا شايف ان في نوع من التجني في بعض القنوات الاعلاميه على الازهر ودوره في تلك ده احساسي انا لم اتابع الشان جيدا لكن على ما على ما يبدو في في فتره مضت كان يكلل الازهر اتهامات نهارا جهارا ف... يعني, ف... يعني بعضهم ذهب لاتهام الازهر بانه يعني يعلم بعض الافكار المتطرفه بشكل هو طبعا دي حضرتك طبعا ده مرفوض طبعا جمله وتفصيلة بالضبط, بالضبط يعني. لكن هو لا يعني ذلك نحن احنا بالنسبه لنا لما 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 تشوف في الفترات الاخيره هناك برضو دعوات من الازهر ل تقييم المناهج اعاده هيكلتها من جديد وانا اشجع هذه الامور لان طبعا هو حضرتك هذا لا يعني ذلك هو حضرتك نحن درسنا الفقه كما هو ودرسنا الحديث كما هو في المناهج في الازهر لكن لا يعني ذلك انني خرجت الى الغرب ولا اعرف التقييم الاكاديمي النقدي لهذه المصادر بما فيها وما عليها يعني <applause> <applause> يعني اعتقد ان ان فكره بس اتعلمت ده <دا> برضه في الازهر بالضبط ما هو ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك يعني نقد ده في الازهر ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك <applause> ان انت بالنسبه لك درست هذه المواد، المواد هذه قد تكون تنتمي لعصر من العصور <applause> وقد انت كطالب ازهري في سن معينه قد تقرا اشياء لا تفهمها، يعني بالنسبه لي انا اتذكر ان في اشياء كنت اقراها وانا في الاعداديه والثانويه الازهريه قد لا افهمها يعني <applause> يعني بالنسبه لي شيء شيء غريب لكن لما كبر بيه الزمن والان انا في بعض المواقف وخاصه في التدريس بسترجعها مم. يعني بقف مثلا في في الفصل الدراسي وادرس بعض الاشياء التي لم لم يعني اعقد فيها بحثا لكن استرجع تست... من تستدعيها من مرحله الاعداديه بالضبط, بالضبط من الاعداديه والثانويه والجامعه فانا اعتقد ان هي هي فكره ايضا تطوير المناهج وارد يعني, يعني وده هذا ده الشيء حدث بالفعل يعني. بالضبط مم. بالضبط ويجب ان هو يشجع ويعني يتم بشكل بشكل جيد ونقدي لكن تجربه حضرتك وما شابهها هل تعتبر مش عايز اقول لبنات اساسيه في هذا السياق فكره الاستغراب ولا كيف تبدو المساله بالنسبه لحضرتك يعني تجربتك الشخصيه تجارب بعض الاساتذه الاخرين في ذات السياق هي هي تبقى في هي حضرتك يعني انت انت اصبحت جزء من المنظومه القديمه التي تسمى بالاستشراق <applause> يعني بمعنى أنا الآن وغيري كأستاذ في الدراسات الإسلامية والعربية يعني الآن أصبحت وهذا حدث بالفعل في القرن التاسع عشر بالنسبة للدراسات اليهودية في الغرب <applause> يعني الدراسات اليهودية في الغرب كانت كان يقوم بها علماء أوروبيين يعني ليسوا لا ينتمون إلى الطائفة اليهودية لكن في فترة من الفترات أصبحت دراسة الكتاب المقدس يقودها علماء يهود فهذا يعني حدث بالفعل في تاريخ اوروبا. م. انا اعتقد ان ما يحدث الان شبيه مع الفارق بأن هناك في الجامعات الغربيه مش انا الوحيد في انا ممكن حضرتك في كل مركز دراسات اسلاميه وعربيه او في معظم المراكز قد تجد استاذا من اصل عربي. تمام فاصبح الان انت جزء من الاستشراق، اما ان انت بالنسبه لحضرتك يعني ما تفعله وما تقوم به من بحث هو نوع من الاستغراب آه. قد يكون في ذلك في دراسه حركه الاستشراق نفسها. آه. يعني انا بالنسبه لي لما لما ادرس الاستشراق الهولندي وهذا ما علمني استاذي يعني انا بالنسبه يعني مدين لي ان هو رباني على فكره ان انت لما تدرس الاستشراق الهولندي يجب ان تكون ايضا بنظره نقديه. فانا بالنسبه لي حينما انظر الى مستشرق هولندي الان بنظر له بنظره نقديه، يعني مثلا على سبيل المثال مثال بس بسيط م. في عند حضرتك مستشرق هولندي اسمه سنوكوخرونيا، سنوكو خرونيا هذا هو شاب تعلم يعني عاش في القرن ال19 وحصل على الدكتوراه في 1880 هذا الشخص يعني كان مغمور يجيد لغات كتير وشاب ذكي ودرس العلوم السامية ودراسة الدكتوراه بتاعته كانت عن الحج وسماه هو العيد المكي العيد المكي ليه هولندا اهتمت بفكره الحج ومفهوم الحج في الوقت ده لان عند حضرتك الاف الاندونيسيين اللي بيذهبوا لمكه مكة ليست مفتوحة لنا فيجب أن ندرسها، فهذا ما حدث أن هذا المستشرق بدأ يدرس مكة والحج وتاريخ الحج، لكن من كتب السيرة والتفسير والحديث. كان حلمه أن يذهب إلى مكة بنفسه، فاعتنق الإسلام بين قوسين، ودخل بالفعل مكة ومكث هناك ستة أشهر يكتب عن مكة والمكيين، فأنا حينما في أول مرة أول محاضرة سمعتها لأستاذي عن هذا الشخص كنت أستغرب هذا مستشرق وهذا مستشرق كيف له ان ينقض بهذا الشكل و و ويتحدث عنه بهذا الشكل وهذا ما تعلمته انه الاستشراق ليست منظومه يعني تكلست ووقفت عند حد معين لكن المستشرق الجديد هذا اللي هو استاذي ينتقده ويذكر ما له وما عليه ويعتبره جزءا من الاستعمار الهولندي مم. اللي فيه سلبيات كتير ويقوم بتحليل هذه النقاط وربما ياتي استاذ اخر يتفق مع هذا المستشرق ومن يختلف معه آه. في نفس الجامعه المهم أنه هو يقدم وجهه نظر بالضبط وفي آه نفس الجامعه حضرتك انا اعرف كان زميل اخر لي اه. لا يتفق مع هذه الاراء ويكتب كل منهما ضد الاخر وربما حاله العصف الذهني هذه التي تثري مسيره البحث اللي, اللي بالنسبه لنا احنا كطلاب كنا نستمتع بها م. يعني حينما تحضر مثل هذه المناقشات تستمتع بها وتتعلم كيف ان 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 تمتلك هذه الادوات الذهنيه البحثيه التي تدفع بك الى الامام وده وده اللي بيحصل معايا ومع غيري في 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 هذه المنظومه. عظيم. طيب انت ذكرت النقطه اللي سالت حضرتك عليها قبل الفاصل وهي مرتبطه بفكره نظره الغرب لل للحضاره العربيه والاسلاميه والى اي مدى كانت الحضاره الغربيه حضاره صداميه وحضرتك حفظت عليها قلت يجب الا نطلق هذا التوصيف على اطلاقه هكذا عليها ولكن لها ما لها وعليها ما عليها في في كثير نعم. من الاحيان. نعم. الفكره تطورت مع حضرتك فكره هل الحضاره الغربيه تقر وتعترف بفضل العرب في بعض المباحث نعم. العلميه؟ نعم. م. ده حضرتك طبعا واقع اكاديمي يعني بمعنى ان احنا بالنسبه في كثير من الابحاث م. التي تمت في هذا الصدد كيف للفلسفه والعلوم العربيه اسهمت في الحضاره الغربيه م. وهذه قضيه يعني قديمه حديثه. بمعنى ان 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 تجد من الدراسات الرصينه التي يعني تقوم بفرز مثل هذه الامور، يعني مثلا من ضمن الحاجات اللطيفه حضرتك بس يعني شيء شيء يذكر كان هناك يعني فاصل كوميدي على التلفزيون الهولندي فذهب المذيع بيسال الشعب عموم الشعب ويقول لهم ان فيه الحكومه عندنا عاوزه تقوم بتطبيق الحرف العربي عندنا. فالناس فوجئوا لا لا طبعا لا يجوز احنا بالنسبه لنا هولنديين تطبيق الحرف العربي اللي سوري الرقم العربي الرقم, الرقم العرب. العربي اسف مم. الارقام العربيه تطبيق الارقام العربيه في معاملاتنا في هولندا فالناس مم. انزعجت يعني الناس في الشارع منزعجه يعني مساله الارقام العربيه لا احنا عندنا الارقام بتاعتنا <applause> فالراجل جاب لهم الارقام العربيه المعروفه اللي هي احنا بنستخدم طبعا الارقام الهنديه وفي اوروبا يستخدمون الارقام العربيه فقال لهم هذه هي الارقام العربيه اللي احنا بنستخدمها فعلا اللي احنا بنستخدمها <applause> فطبعا دي كانت بالنسبه لهم صدمه يعني بالنسبه للناس في الشارع انصدموا ان ازاي ده فبدا المذيع يشرح لهم ان احنا بالنسبه لنا الارقام العربيه دي دخلت مع العلوم العربيه ونحن ما زلنا نستخدمها ما يستخدمونه العرب هي الارقام الهنديه الهندي. فلذلك حضرتك تجد ان هذه الامور ما زالت تشغل الشارع يعني بمعنى ان هناك قضايا مثل هذه القضايا ما زالت تطرح في الشارع ومساله القضية المعرفه والعلوم ان مساله الفلسفه اليونانيه حفظت عن طريق الترجمات التي تمت في بغداد وانتقلت منها الى الغرب بعد ذلك ترجمت يعني من اليونانيه الى العربيه وبعدها الى لغات اللغات الاوروبيه المعروفه للاسف الوقت انتهى يا دكتور واحنا بحاجه مره اخرى ان شاء الله نجلس شاء مع حضرتك, حضرتك في حلقات نقاشيه لاحقه حضرتك موجود في في مصر فتره طويله ولا خمس ايام طيب خمس ان شاء الله نتمنى لحضرتك يعني وجود طيب باذن الله, وكل الله. التوفيق نتمنى لحضرتك على وعد ان شاء الله بلقاء اخر في موضوع ان شاء الله نطرحه مع النقاش دكتور عمرو الرياض عم استاذ الدراسات الاسلاميه والعربيه بجامعه لوفيان ببلجيكا شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا فندم سعدت بحضرتك شكرا في الختام اشكركم مشاهدينا وغدا بإذن الله تعالى حلقة جديدة معكم مع الناس إلى اللقاء